الله الاناتومي اوف ذا فيميل جينيتال تراكت. والاناتومي بالنسبه لنا هتلاقوه عباره عن تجميعات، لان احنا عشان اتكلمنا قبل كده على البرولابس والانكولوجي والحاجات دي، فهتلاقوا ان احنا واحنا بنتكلم على الاناتومي اكنه تجميع. طبعا اول حاجه هنبتدي بيها هي الاكسترنال جينيتاليا، لان احنا بنشرح الاناتومي من تحت لفوق. فاول حاجه هتقابلنا لو حاطين العينه في اللايسوتومي بوزيشن هو الفالفا او اللي بنقول عليها الاكسترنال جينيتاليا، لانه اي حاجه تانية هتبقى انتر مش بنشوفها بعينينا، هتبقى انترنال. كل الباقي هيبقى انترنال اورجانز زي مثلا الفاجينا، اليوترس، الفالوبيان تيوبز، الاوفريز، كل ده مش بنشوفه من بره، فمحتاجين مثلا الترا ساوند او لو فاتحين عمليات او لابراسكوب عشان نشوفه. فبالتالي كل دول انترنال اورجانز، لكن الوحيده اللي احنا بنشوفها من بره هو الفالفا او اللي هي بنسميها اكسترنال جينيتاليا او الفالفا. طب الفالفا دي بتتكون من ايه؟ حد فاكر من الاناتومي؟ ها؟ ليبيا ماجورا وليبيا ماينورا وكليتوريس. المامز فينيليوم ده مهم قوي. فالسيمفيسيس بيوبس، واحنا لما خدنا كل الاوبساتريكس، السيمفيسيس بيوبس ده بون، فهو كفرد باي باد اوف فات كده، وبعدين الباد اوف فات دي عليها سكين، هيري سكين، فهو ده بنسميه مونز فينيريوم او المونز بيوبس. بيوبس لانه هو ان فرونت اوف ذا سيمفيسيس بيوبس، او فينيريوم لانه ريليتد للاكسترنال جينيتاليا. كويس. فاول حاجه فعلا في الفالفا هي المونز فينيريوم او المونز بيوبس، اللي هو عباره عن باد اوف فات كفرد باي هيري سكين، وده بيبقى عامل بروتكشن للسيمفيسيس بيوبس. لما ننزل بقى تحت اكتر زي نشوف الصوره بتاعه الاكسترنال جينيتاليا كده، يعني ده اللي فوق خالص هو المونز فينيريوم او المونز بيوبس اللي احنا بنقول عليه باد اوف فات كفرد باي هيري سكين. وبعدين بعد كده زي ما انتوا قلتوا لي ان عندنا بقى الفالفا نفسها اللي هي بتتكون من كليتوريس، ده ميديال ستراكشر الكليتوريس. وبعدين بعد كده عندنا تو ليبيا ميجورا، الليبيا ميجورا اللي هم تكمله المونز فينيريوم، يعني المونز فينيريوم بينزل على تو ليبيا ميجورا، فبرضه بيبقوا باد اوف فات كفرد باي هيري سكين. كويس. اللي هو الليبيا ميجورا اللي هو اللاترال بارتس. وبعدين في عندنا اللي جوه دول الفولز اوف سكن اللي جوه هم الليبيا ماينورا، فالليبيا ماينورا هي الميديال، ودي بتبقى ما فيهاش فات وما فيهاش هير ولا اي حاجه، هو ميوكوكيتينيوس يعني عباره عن سكن وميوكس ممبرينز من جوه. فاحنا عندنا من فوق المونز فينيريوم، وبعدين ينزل على الليبيا ميجورا اون ايذر سايد اللي هو اللاترال بارتس، وبعدين بعد كده الميديال بارتس هي الليبيا ماينورا، وفي النص الميديال ستراكشر ده الموجود اونلي وان ستراكشر ان ذا ميدل اللي هو الكريتوس. طب احنا عايزين نعرف الحاجات دي ايكويفالنت لايه في المينز، احنا هناخدهم طبعا في الديفلوبمنتال بلاس بتاع المره الجايه لما نتكلم على الامبريولوجي، بس عايزين من دلوقتي نبقى عارفين مثلا الليبيا ميجورا دول ايكويفالنت لايه في المينز يا دكاتره؟ السكروتم. بالظبط كده، هم ايكويفالنت للسكروتم في المينز. طب الليبيا ماينورا البينايل يوريثرا، بالظبط كده اللي هي اليوريثرا اللي ماشيه في البينس، فالبينايل يوريثرا. طب الكليتوريس للبينس بالظبط، وده هناخدهم في الديفلوبمنتال ستراكشر لان كلهم ليهم نفس الديفلوبمنتال اوريجن، بس لو اكس واي هيكونوا ايه ولو اكس اكس هتكون ايه. فدول الاكسترنال جينيتاليا او الاكسترنال ستراكشر او الفالفا، اللي هو عندنا المونز فينيريوم اللي هو باد اوف فات كفرنج السيمفيسيس بيوبس، فده بيبقى فات وعليه هيري سكين. وبعدين ينزل بقى اللاترال ستراكشر اللي هما الاثنين ليبيا ميجورا، برضو باد اوف فات وكفرد باي هيري سكين. وبعدين بعد كده الميديال ستراكشر بتاعتنا اللي هي الليبيا ماينورا، وعندنا الكليتوريس اللي هو الميديال ستراكشر او الميدل ستراكشر اللي موجود. دول اللي احنا بنشوفهم اكسترنالي او الاكسترنال جينيتال. طب في عندنا هنا جلاند مهمة قوي، بس مش بنشوفها بالناكد اي، اتس نوت سين، اتس نوت فالت، حتى لو جينا نعمل اكزامينيشن مش بنشوف هذه الجلاند اللي هي موجودة on either side of الليبيا ماجورا، يعني موجودة في الليبيا ماجورا بس posterior او بنقول عليها posterolateral، لان الليبيا ماجورا دي هي اللاترال والليبيا ماينورا هي الميديا، فبنقول الستركتشر بتاعة الجلاندز دي بتبقى موجودة posterolateral، وبعدين بتopen بالدكت بتاعتها في اللور اند اوف ذا فاجينا. الجلاندز دي حد يعرف هي مين؟ بارسولين. البارسولين جلاند بالظبط كده، او الجريتر فيستيبولر جلاند او البارسولين جلاند، وهما دول تو ستراكشرز موجودين اون ايذر سايد اوف الليبيا ماجورا او في البوسترولاترال اسبيكت اوف الليبيا ماجورا. ذي ار نوت سين، ذي ار نوت فالت. كويس، اكسبت
لو حصل obstruction للضغط بتاعت الجلاند دي، لو حصل obstruction للضغط فبالتالي السكريشن هت accumulate inside البارتولين جلاند وتعمل لنا ايه؟ بارتولين سيست بالضغط كده. ولو حصل هي فيها infection تعمل ايه؟ تعمل ممكن infected بارتولين سيست، وممكن توصل لبارتولين abscess لو بقى pulsating وtender وpointing كلام من ده، فهتعمل لنا بارتولين abscess. فالاثنين بارتولين جلاند دول مهمين جدا جدا، بس احنا مش بنشوف لان هما they are normally not seen or felt، لان السكريشن بتاعتهم بتخرج من الضغط. امتى بيحصل سكريشن من البارتولين جلاند؟ continuously زي مثلا ما هنشوف في الفاجينا او في اليوترس الميكوزا بتاعته والفالوبيان تيوب والكلام ده ولا ايه؟ during sexual excitement عشان تعمل lubrication، لان ممكن تبقى السكريشن اللي موجوده في من الميكوزا بتاعه الفاجينا او السيرمكس او كده is not enough to lubricate during intercourse، فعشان ما يحصلش ديسبروني او اللي هو painful intercourse او ما يحصلش friction او كده بيبقى محتاجين excessive secretion. فالexcessive secretion دي بتحصل من البارتولين جلاند، التو بارتولين جلاندز الموجودين on either side، اللي هو لما بيحصل سكشوال اكسايتمنت بتبتدي بقى البارتولين جلاند دي تفرز السكريشنز بتاعتها، وتبقى الكلام ده بيحصل في اللور اند اوف ذا فاجينا، فبالتالي during penetration بيحصل لوبريكيشن للفاجينا، فما بيحصل لهاش بين في الانتركورس او ما بيحصلش فريكشن او ما بيحصلش دراينس او كده. فعشان كده الستراكشر اللي هم البارتولين جلاندز ده ده ار فيري امبورتنت. فبرضو عشان كده برضو ان احنا لما بيجي بارتولين سيست او بارتولين ابسس بيبقى التريتمنت بتاعنا ايه؟ هل اكسيجن اوف ذا جلاند؟ لا بالظبط كده، لو هي بارتولين سيست بس يعني ما فيهاش اي انفكشن، فبنعمل حاجه اسمها مارسوفيلايزيشن اللي هو دي روفينج اوف الدكت، يعني عندنا الجلاندز وبعدين طالع منها الدكت اللي هي بتخرج منها السكريشن، فبنشيل الروف بتاع الدكت عشان تبقى السكريشن على طول تو ذا اوتسايد. الاوتسايد اللي هو فين؟ اللي هو اللور اند اوف ذا فاجينا، فتبقى على طول لما بيحصل ستيميليشن البارتولين جلاند دي وسكريشن تطلع السكريشن بتاعتها على طول تو ذا اوتسايد من غير ما تعدي في الدكت، لان بتبقى الجلاند على طول على بره من غير الدكت دي، لان عملنا دي روفينج للجلاند. بمعنى كده ان الست على طول هتبقى وات؟ لا، لان هي اساسا السكريشن بتحصل امتى؟ during sexual excitement، فهتبقى وات during sexual excitement اللي هو وهو ده المطلوب عشان ما يحصلش ديسبارونيا وما يحصلش فريكشن وما يحصلش دراينس. فبالتالي عشان كده اهميه البارتولين جلاند ان احنا عمرنا ما نعملها اكسجن الا طبعا لو فيها تشومر، لكن غير كده نورمالي لو هي بس بارتولين سيست او انفكتد، حتى بارتولين سيست او بارتولين ابسس، كل اللي احنا بنعمله بنعمل مارسوفيلايزيشن اللي هو دي روفينج للدكت، بحيث ان نفضل الفانكشن بتاعه الجلاند از بريزيرف، لان احنا وي بريزيرف ذا جلاند، احنا ما ديناش جنب الجلاند خالص ولا شلناها، احنا كل شلناه الروف بتاع الدكت. لان لو حاولت انك انت تعمل دايلاتيشن للسكريشن دي او دايلاتيشن للدكت استيناتيك اند ما هترجع تقفل تاني، فبالتالي هتبقى مش فيزبل وهي صغيره قوي الدكت بتاعتها، فانك انت تعمل دايلاتيشن او تعمل لها للدكت دي. فعشان كده بنعمل دي روفينج بحيث ان هو لو حصل تاني ان الدكت دي قفلت باي درايت سكريشن موجوده جوه، ما يبقاش كل شويه انا عمالين نعملها مارسوفيلايزيشن، احنا بنعملها دي روفينج من الاول. حد يعرف الدكت دي بتقفل يعني؟ طبعا ممكن باي انفكشن، لكن امتى تاني تقفل؟ شهيره قوي قوي قصه ان هو يحصل بارتولين سيست للناس اللي بيعملوا ايه؟ حد يعرف؟ سايكلينج العجل والحاجات دي يعني، فكتير قوي اللي بيعملوا سايكلينج تيجي تلاقيها ان هي عندها بارتولين سيست حتى لو هي لسه مش متجوزه، ما هو بيبقى فيه سكريشن موجوده في الجلاند يعني. فبالتالي دول بيبقوا شهيرين جدا للناس اللي هم بيعملوا سايكلينج اكتر. اوكي، فده بالنسبه ليه بنتكلم على الاكسترنال جينيتاليا اللي هي الفالفا، وقلنا عندنا المونز فينيريوم، وبعدين بعد كده اتكلمنا على ان في استراكشر بتاعتنا كليتوريس والليبيا ماينورا والليبيا ماجورا، وفي جوه عندنا البارتولين جلاند اللي هي احنا مش بنشوفها كويس. وطبعا الحته اللي بره دي يا دكاتره دي كلها بنسميها فيستيبيول. يعني ايه فيستيبيول؟ حد يعرف فيستيبيول دي؟ بنستخدمها كلمه عاديه كده يعني ايه فاهم؟ اوبننج ابدا فيستيبيول او فيستيبيول اللي هو الاوبننج الانترنس يعني بتفتحوا باب شقه وتخشوا في الحته الاولانيه دي اسمها فيستيبيول او اللي هو الاوبننج. او فهي فعلا لانها الانترنس بتاعنا او الاوبننج. طب الاوبننج دي فيها ايه او الفيستيبيول ده فيه ايه؟ الفتحه بتاعه بالظبط فيها فتحه الاوبننج اوف ذا فاجينا، فيها الاوبننج اوف ذا فاجينا او ده الفيستيبيول اللي احنا لما بعدنا الاثنين ليبيا ماينوره شويه كويس عشان نقدر نشوف الانترنس او نشوف الفيستيبيول، فلقينا لما بعدنا الاثنين ليبيا ماينوره الفتحه بتاعه الفاجينا اللي هي partially covered by الهايمن. في الفيرجنز اتس partially covered by الهايمن. partially ولا totally؟ partially لازم تبقى partially عشان يقلعوا المنسترال فلو مش كده ولا ايه؟ لو هي totally covered هيبقى ده ايه؟
امبيرفكت تايمين اللي هو يعمل لنا كريبتو منوريه او هيماتوكالباس اللي احنا خدناه في اول حاجه خالص في الامينوريه. فبالتالي هو الفتحه او الفيستيبول ده بارشلي كفرد باي الهايمن عشان المدخل بتاع الفاجينا. طب في حاجه ثانيه في الفيستيبول غير الفاجينا الاوبننج او الفالفال اوبننج؟ اليوريثرا بالظبط كده. او اكشولي عشان نبقى دقيقين الاكسترنال يوريثرا ميتس لان هو الميتس او الاوبننج. احنا مش اليوريثرا كلها, هي اليوريثرا كلها ليها لنس مش كده؟ قد ايه اللنس بتاع اليوريثرا في الفيميلز؟ 4 سنتي. 4 سنتي في الفيميلز, 4 سنتي هي قصيره. فاحنا اللي بنبقى شايفينه في الفيستيبول اللي هي الاوبننج اوف ذا اكسترنال يوريثرا ميتس وتحتيها الاوبننج اوف ذا فاجينا اللي هي بارشلي كفرد باي الهايمن. والاكسترنال يوريثرا ميتس ده بيكمل على اليوريثرا اللي هي 4 سنتي عشان نوصل للبلادر نك, فالحته اللي هو ما بين اللور اند اوف ذا بلادر اللي هي بنسميها البلادر نك اللي فيها السفنكتر كويس. والاكسترنال يوريثرا ميتس هو ده اليوريثرا ان فيميلز اللي هي بتبقى 4 سنتي. فاحنا الفيستيبول ده في الاكسترنال يوريثرا ميتس او الاوبننج بتاعه اليوريثرا وبعدين تحتيه الفالفال اوبننج كويس اللي هي بارشلي كفرد باي الهايمن. هل في الفيستيبول ده في الانال اوبننج؟ لا لا ما فيهوش الانال اوبننج. شايفين احنا الانال اوبننج فين؟ دي ورا ورا خالص. احنا في تحت ثلاثه اوبننج اللي هو الاكسترنال يوريثرا ميتس والفاجينال اوبننج والانال اوبننج. بس الانال اوبننج مش في الفيستيبول, يعني لما بنبعد بين الاثنين ليبيا ماينورا ما بشوفش. هي كده كده الانال اوبننج انا شايفاها at the end of the perineum لان الحته دي احنا بنسميها perineum اللي هو من الفالفال اوبننج او الفاجينال اوبننج لحد الانس. دي المنطقه دي بنسميها البرينيوم. البرينيوم ده حد يعرف قد ايه؟ هو لازم كلكم تبقوا عارفينها قد ايه طوله. 5 سنتي لان لما خدنا في البرولابس ان هو 5 سنتي. لو طلع اقل من 5 سنتي او لقيناه ان هو اقصر من كده بنقول عليه ديفيشن برينيوم. وده نوع من انواع ايه؟ انهي برولابس؟ يوتراين ولا فاجينال برولابس؟ فاجينال برولابس. انتيرير رول ولا بوستيرير رول؟ بوستيرير رول. ابر اند اوف ذا بوستيرير رول ولا ميدل اند اوف ذا بوستيرير رول ولا لوور اند اوف ذا بوستيرير رول؟ لوور اند اوف ذا بوستيرير رول. لان لو عندنا برولابس في الابر اند ده بنسميه انتيروسيل, ولو عندنا برولابس في الميدل بارت اوف ذا يوريثرا بنسميه ريكتوسيل, ولو عندنا برولابس في اللوور بارت اوف البوستيرير رول هو ده اللي بنسميه ديفيشن برينيوم اللي هو البرينيوم نورمالي من 4 ل 5 سنتي. لكن لو لقينا ان هو لو لقيت ان الفتحه دي بتاعت الفالفا الفالفال اوبننج او الفاجينال اوبننج قريبه قوي من البرينيوم ده سنتي ولا 2 سنتي ولا كده ده بنقول عليه ديفيشنت برينيوم. طب يعمل لها ايه ديفيشنت برينيوم ده؟ ايه مشكلته؟ فالانتروتس هيبقى باتيلوس هيبقى اوسع لان هو يعني ايه اللي خلاه واسع؟ احنا قلنا عندنا برولابس اوف ذا لوور اند اوف ذا بوستيرير فاجينال وول. فبرولابس اوف ذا لوور اند اوف ذا بوستيرير فاجينال وول ده خلى ان الفالفال اوبننج تبقى اوسع. فلما الفالفال اوبننج بقت اوسع او الفاجينال اوبننج بقت اوسع او الانتروتس ده بقى اوسع, ايه المشكله للست؟ ديساتيسفاكشن. بالظبط, سيكشوال ديساتيسفاكشن مش ديسبارونيا مش ان بين في الانتركورس. هي مش بتحس بساتيسفاكشن وهو ممكن ما يحسش برده بساتيسفاكشن لان الانترويتس بقى فيري باتيلوس. فهو برده يعني من الالمنتس اللي بتعمل ساتيسفاكشن هو يبقى تايت انترويتس. فبالتالي لما بقى عندها الباتيلوس انترويتس ده او ديفيشن برينيم بقى عندهم سيكشوال ديساتيسفاكشن. فعشان كده في البرولابس ممكن تجي لك يا اما بيورينري سيمتومز لو عندنا فاجينال وور برولابس انتيرير, يا اما براكتال سيمتومز لو عندنا بوستيرير فاجينال وور برولابس بس الميدل بارت كويس, او تجي لك بسيكشوال ديساتيسفاكشن اللي انت لو عندك برولابس في البوستيرير فاجينال وول بس في اللور اند اللي هو الديفيشن برينيم. فعشان كده دايما بقول ان الاناتومي بناخده في الاخر لانه بيبقى موستلي ابلايد اناتومي او يعني اكشوالي بتبقى بتسهل عليك انك انت الكلام ده واحنا بنقوله بيعتبر يعني ما احنا سمعناه قبل كده ومراجعات اكتر من احنا لو ابتديناه سوليد كده زي ما بندرس في اولى وثانيه وثالثه. طيب يبقى ده بالنسبه للبرينيا او اللي هي الفيستيبيول. ايه هو اللي بيفتح فيه؟ اللي هو الاكسترنال يوريثرا ميتس والفالفال اوبننج او الفاجينال اوبننج كويس. وبعدين بعد كده ورا هيبقى فيه البرينيوم والبرينيال بودي اللي هنتكلم عليهم ليتر اون دلوقتي على طول. طيب في كل حاجه من الاستراكشرز اللي احنا هنتكلم عليها يا دكاتره سواء اكسترنال كويس او انترنال احنا محتاجين نعرف البوينتس دي. الجراس اناتومي يعني الشكل الخارجي العام الجراسلي من غير مايكروسكوب من غير حاجه انت بتشوف ايه كويس. الميكروسكوبيك بيكتشر اللي هو هيستولوجي لو بصينا عليها هيستولوجي بقى بالمايكروسكوب هتلاقي نوع الابيثيليوم اللي موجود او نوع الجلانز او واتيفر ده ايه كويس. والريليشن يعني قدام في ايه ورا في ايه لاترال في ايه حاجات كده الريليشن بتاعنا. الابلايد اناتومي اهميته ده طبعا هو ده اكتر حاجه بتهمنا اللي هو الابلايد اناتومي بالنسبه لنا ايه الابلايد بتاع القصه دي. والبلاس سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعها. طيب
طيب لو جينا نتكلم على الجروس اناتومي بتاع الفالفا، احنا لسه قايلين ان احنا عندنا ميديان ستراكشر وبعدين الاثنين لاترال اللي هو ليبيا ماجوره والاثنين ميديال اللي هو الليبيا ماينوره بتاعتنا. جروسلي البارتولين جلاندز دول نوت سين اور فيلت كويس الا لو حصل فيهم اوبستراكشن اللي هو الابلايد اناتومي بتاعها. ريليشن طبعا دي تو ذا اوتسايد، وبعدين بقى جوه هيبقى كل الانترنال اورجنز هم موجودين. البلاد سبلاي بتاع الاكسترنال جينتاليا كلهم اللي هو من اول الموز فينيريوم والليبيا ماجورا ليبيا ماينورا الكليتوريس والحاجات دي. الانترنال بيدندال ارتري اللي هو مين الانترنال بيدندال ارتري اللي هو بالظبط كده. ليه بصوا الدكاتره طبعا بنتكلم على بالفيك ستراكشرز هو انترنال ايليك، يعني انت حتى لو قلت لي انترنال ايليك مش هقولك غلط، لان البيدندل ده هو الكونتينيويشن بتاع الانترنال ايليك خلاص. فانت لو قلت لي انترنال ايليك عمرك ما هتبقى غلط في اي بالفيك ستراكشر، يعني كل الاورجنز اللي احنا كاتبينها على البورد دول لو انت قلت لي البلاد سبلاي بتاعها انترنال ايليك ارتري عمري ما هقولك غلط. او تقول لي مثلا ايه يوتراين برانش يوتراين ارتري اوف انترنال ايليك، مش عارف فاجينال ارتري اوف انترنال ايليك، مش عارف يعني كله اوف انترنال كل البورد ولا في حاجه. لا كل الحاجات الستراكشرز اللي موجوده على البورد دي انترنال ايليك انترنال ايليك ما عدا الاوفرز. ليه بقى الاوفرز لا اورتا؟ الاوفرز اورتا ابدومينال ابدومينال مش فالب. ليه الاوفرز ابدومينال مش فالب؟ لان هي امبريولوجيكلي زي ما هناخد المره الجايه هي ديفلوبت ابدومينالي ابدومينالي ليها ديفرنت امبريولوجيكال ديفلوبمنت، فعشان كده ليها ديفرنت بلاد سبلاي لان هي اكتشولي ديفلوبت ابدومينالي وبعدين مايجريتد بقى تحت بعد كده تبقى بلفيك ستراكشر. بس هي طالما ديفلوبت ابدومينالي يبقى كيبينج البلاد سبلاي واللمفاتيك درينج بتاعها. فاي بلفيك ستراكشر يقولوا لك بالتالي اي انترنال اورجان بالنسبه للنساء والولاده يبقى هيبقى من الانترنال ايليك على طول، ما عدا هو بس الاوفري اللي هو هيبقى من الابدومينال اوفيريان برانش اوف الابدومينال اورتا، وبرده بالتالي يبقى الليمفاتيك درينج بتاعها هيبقى ريليتد للبارا اورتيك ليمف نودز. فسهل يعني بلاد سبلاي مش بقى لازم تبقى حافظ كل واحد. قلت لي انترنال بيدندل هايل جدا، ما هو ده الكونتينيويشن بتاع الانترنال ايليك ارتري خلاص. بس هو لازم تبقى عارف ان كله انترنال، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي مثلا ده من الاورتا او ده من الاكسترنال ايليك او ده من الفيمورال، ده ما ينفعش خلاص. احنا عندنا الابدومينال اورتا دي هي الاساسي بتاعنا، وبعدين بتدي بقى بتنقسم لايه؟ كومن ايليك على ناحيتين رايت وليفت كومن ايليك، والكومن ايليكس دول انترنال واكسترنال. انترنال ده لمين؟ للانترنال اورجنز. طب امال الاكسترنال؟ هيباس اول ما يباس بيلور انجوينال ليه هيبقى اسمه فيمورال اللي هو يدي اللور لم خلاص. فهو ده باختصار البلاد سبلاي بتاعنا اللي هو الاورتا. طبعا ثوراسيك اورتا بقى ابدومينال اورتا. الابدومينال اورتا هتديك الاثنين كومن ايليك، الكومن ايليك دول هيدوا الانترنال ايليك اللي جوه الانترنال بلفيك ستراكشر، والاكسترنال ايليك اللي هيعدوا تحت الانجوينال ليجمنت هيبقى اسمه فيمورال هيديه للور لمبس. عشان كده برده لما كنا بنقول في البوست بارتم هامرج ولو حصل سيفير بليدنج بنعمل لاجيشن لايه؟ للانترنال ايليك. ما ينفعش تعمل لاجيشن الاكسترنال ايليك، اولا هو مش بيسبلاي اليوترس والحاجات اللي انت عايزها، انت كده هتعمل اسكيميا للور لمبس، فانت مش هتستفيد حاجه غير انك انت عملت اسكيميا للور لمبس، لكن برده هيفضل الانترنال ايليك سبلاينج ويحصل لك برده سيفير هامرج. عشان كده لما نيجي نعمل لاجيشن وعندك سيفير بليدنج في البوست بارتم هامرج بتعمل لاجيشن للانترنال ايليك انترنال وليس للاكسترنال ايليك. طيب يبقى ده بالنسبه للبلاد سبلاي. طب البلاد سبلاي بتاع الفالف اللي هو الانترنال بيدندل اللي فات الدرينج الانجوينال مش كده ولا ايه ده؟ الانجوينال ليمف نودز، يعني الفالفا هتبقى درين بالانجوينال ليمف نودز. الانجوينال ليمف نودز سوبرفيشال ديب انجوينال ليمف نودز، فده بالنسبه للليمفاتيك درينج بتاع الفالف. الابلايد اناتومي هنا بتاع الفالفا هو ايه؟ افندم بس عندنا الار جي ام، احنا اتكلمنا على اثنين ابلايد اناتومي واحنا ماشيين اللي هي البارترين سيست والبارترين ابسس، وازاي بنديل مع البارترين سيست اللي هو مارسيلايزيشن انفكت البارترين سيست انتي بايوتيك، والبارترين ابسس بنعمل انسيجن اند درينج كويس. واتكلمنا على الديفيشنت بيرينيوم كويس اللي هو بيبقى برولابس اوف بوستيرير فاجينال وول اللي هو اللور اند اوف بوستيرير فاجينال وول. الحاجه المهمه جدا في الابلايد اناتومي عندنا هنا الار جي ام او الفيميل جينيتال ميتيليشن او الفيميل جينيتال تاكينج او السيركمسيشن.
كويس الفيميل الاف جي ام ده مهم انكم تبقوا عارفينه. هو مش موجود عندنا في الكتاب في الفيرجن بتاعكم بس موجود في السلايدز، يعني انتوا وانتوا بتحضروا الراوند لو ان احنا بنقوله في السلايدز وحتى البي دي ال بتاعه على بتاع الاناتومي ده على الاف جي ام، لان اتس فيري امبورتنت. ما ينفعش انك انت تبقى جي بي وانت في بلد بتعمل فيها اف جي ام كتير قوي 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 وانت ما تعرفش يعني ايه اف جي ام او فيميل جاينت ميوتيليشن، او ساعات بنقول عليها اف جي ام سلاش سي اللي هو سلاش كاتنج، اما فيميل جينيتال كاتنج او فيميل جينيتال ميوتيليشن. ايه هو بقى الاف جي ام اللي هو السيركمسيشن؟ كويس، اللي هو ايه بقى؟ ايوه فيها كام تايب؟ حد يعرف كام تايب؟ أربعة تايبس. هم عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3 اند تايب 4. تايب 1 اللي احنا بنشيل فيه ايه؟ الكليترز. بالظبط كده. تايب 1 اللي احنا بنشيل فيه الكليترز الميديان ستراكشر هو الكليترز، ده تايب 1. طب امال تايب 2؟ الكليترس والليبيا ماينورا اللي هما الاثنين فولز اوف ليبيا ماينورا دول بيتشالوا، يعني بنشيل فيه الكليترس والاثنين فولز اوف ليبيا ماينورا، ده تايب 2. امال تايب 3 نشيل ايه كمان بقى؟ انتوا متخيلين يعني ايه تشيلوا الليبيا ماجورا؟ طب احنا لو شيلنا الليبيا ماجورا او بارت اوف ليبيا ماجورا اللي هو الاثنين لاترال بارت اوف ليبيا ماجورا هيحصل ايه؟ ده انا لازم اخيطهم لان ده رو اريا كبيره جدا وكده، فلازم يتخيطوا. فلما بنخيط الاثنين لاترال سكن دول مع بعض كده احنا عملنا ايه؟ قفلنا الفيستيبيول. بالظبط كده، احنا هنا قفلنا الفيستيبيول، قفلنا الفيستيبيول خالص. فاللي هو انت اكسترنالي مش هتشوف طبعا الكليترس والليبيا ماينورا والليبيا ماجورا لانهم ما بقوش موجودين، بس اكتشلي مش هتشوف حتى الاوبننج اوف ذا يوريثرا، الاكسترنال يوريثرا ميتس مش هتشوفها، ولا هتشوف الاوبننج اوف ذا فاجينا لان كل الفيستيبيول اتقفل. انت هتلاقي الحته دي كلها مقفوله، مفيش غير فتحه صغيره جدا موجوده ورا. طب ليه فسدنا فتحه صغيره ورا؟ ليه ما قفلناش كله ويبقى مش شايفين غير الاوبننج بتاعه الجينس اللي هي بعد الفرينيه؟ في منس اليورينيشن مش كده ولا مش ست او البنت؟ يعني في اليورينيشن حتى لو قبل المنسز، لو لسه هي مش هيدن ديفلوب منسز لسه قبل المنار، لكن بتيورينيت فهينزل منين البول؟ فعشان كده سايبين فتحه صغيره قوي قوي ورا عشان البول بقى كده مش هينزل immediately، ده هينزل في التراك وبعدين ينزل. فبيجي لهم كتير قوي قوي urine tract infection very frequent urinary tract infection عشان accumulated urine جوه، وبالتالي ممكن قوي يحصل لهم cystitis وpyelonephritis وكده من ال recurrent UTI او recurrent urinary tract infection. اوكي، فده بالنسبه لل FGM او female genital mutilation. طب احنا كده قلنا ثلاثه parts، ثلاثه types. type 1 قلنا الكليترس، type 2 الكليترس and labia minora، تايب 3 اللي هو كليترس ليبيا ماينورا وليبيا ماجورا. امال ايه تايب 4 بقى؟ ايوه اي حاجه تانية. بيرسينج، ما انتوا مش بتشوفوا بيرسينج في امبيريكال بيرسينج مش عارف في الودان في الحاجات، فلو حصل برضو الكلام ده في الفاجينا يعني اي حاجه بتغير سوري الفالفا، اي حاجه بتغير الشكل بتاع الفالفا. ساعات لو عاملين بيرسينج عاملين مش عارف كاتنج بطريقه معينه اشكال حاجات كده يعني، فاي حاجه تانية غير الكلام ده غير الثلاثه اللي احنا قلناهم دول بيبقى اسمه تايب 4 اف جي ام اللي هو او تايب 4، لان ده اتز ا فورم اوف ميوتيليشن او تشينج، لان هو اتس نوت دان فور medical reason مش كده ولا ايه؟ لان اي حاجه بنشيلها يعني احنا لو قلنا بنشيل كليترس ولا بنشيل ليبيا ماينورا ولا بنشيل ليبيا ماجورا، احنا اي حاجه بنشيلها من الجسم لازم يبقى السبب. يعني مثلا شيلنا اليوترس اصل هو فيه مثلا اندوميترا هايبربليزيا، طب شيلنا الاوفريز اصل هي طالع لها جرانيولوزا سيلتشن، ايه مش كده ولا ايه؟ لازم يبقى في حاجه سبب. شيلنا الابندكس عشان حصل فيه سيفير انفلاميشن، شيلنا البول بلادر حصل فيها برده كوليسيستايت، يعني بنشيل الحاجه عشان في سبب medical reason. لكن احنا هنا ايه medical reason اللي خلانا نشيل ونعمل الحاجات دي؟ مفيش medical reason. فسو لونج ان هو ما بقاش فيه medical reason يبقى it is just change في الاناتومي without any medical reason، فبقى تشويه ليه او disfigurement او بقى is a form of mutilation. امال ايه السبب وايه البنفيت؟ ما احنا لازم نبقى عارفين برضو يعني ايه السبب اللي بيخلي طالما مفيش medical reason، طب ايه السبب اللي بيخلي ان هم يعملوا female genital mutilation؟ it is sexual desire ولا ثقافة؟ يعني أنا سمعت حاجتين، سمعت حاجة بتقول sexual desire وسمعت رأي آخر بيقول ثقافة أو cultural habits أو كده. إيه رأيكم؟ cultural religious؟ لا، لأن هو لو religious طب هو أولى السعودية تعمله عندنا، في دول الإسلامية تركيا مثلا ما بتعملوش خالص، السعودية ما بتعملوش خالص، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش مختن بناته مش كده ولا إيه؟ فيعني it's not religious. طب كالتشرال؟ هو كالتشرال اكتر يعني عندنا، لان هو موجود في دول معينه. لو بصيتوا على الخريطه اللي فيها اف جي ام
هتلاقوا مصر طبعا فيها كتير قوي، السودان فيها ديفينتلي مش كده ولا ايه، الصومال طبعا يعني بتلاقوا الحته دي هي اللي فيها. بس يجي بقى على الميدل ايست ما فيهوش خالص اف جي ام، ما فيهوش خالص. فبالتالي هو حاجه كالتشرال اكتر ما هو ريليجيوس، يعني اتس نوت ريليجيوس ات از كالتشرال. طب ليه بقى كالتشرال؟ هل هو بيأثر على السيكشوال ديزاير؟ الديزاير اساس الديزاير هل الاكسترنال جينيتاليا سنترال؟ الديزاير ده سنترال، الديزاير سنترال. فلو عايزين نقلل الديزاير هل نشيل الجينيتاليا؟ امال نشيل ايه؟ بالظبط يعني حاجه ثانيه، لكن مش هنشيل الاكسترنال جينيتاليا. امال الاكسترنال جينيتاليا وظيفتها ايه بقى في السكشوال انتركورس وكده؟ ساتيسفاكشن. فانتوا متخيلين يعني الست دي عندها ديزاير ولا ما عندهاش؟ طبعا عندها ديزاير عادي خالص لان مخها ما جناش جنبه، فعندها ديزاير تمام جدا. طبعا بيجي لها ساتسفاكشن بقى، يعني خلاص دلوقتي عندها ديزاير وهي مع جوزها، هيجي لها ساتسفاكشن؟ لا. فانتم متخيلين بقى هيبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ طبعا هيبقى عندهم مشكله قويه جدا، ومن اسباب الطلاقات الكثيره. وبرغم ان هي طبعا ما بتبقاش سبوكن، لان دي من الحاجات اللي هي هيدن كده، يعني الناس مش بتقول عليها قوي، بس لان هي هتبقى متضايقه وجوزها هيبقى متضايق، لان هي شي ويل نوت بي ساتيسفايد، وهو برده هيلاقي البارتنر بتاعته شي از نوت ساتيسفايد، فهيبقى بيلومها ان هي شي از فريجيد. واكتشوالي هو مش كده، هي شي از نوت ساتيسفايد لان الاورجن الاند اورجن اللي بيحصل منهم ساتيسفاكشن هي اللي ما بقتش موجوده. فطبعا في كومبليكيشن للاف جي ام، سواء شورت تيرم كومبليكيشن او لونج تيرم كومبليكيشن. شورت تيرم ان هو ممكن يحصل لهم بليدنج، بالذات في التايب 3 ده سيفير بليدنج، ممكن يحصل انفكشن وسبسس لانه ما بيتعملش اتس نوت اتس الليجل، متهيألي كلكم عارفين ان هو اتس الليجل وكده، فبالتالي لازم هيتعمل بقى تحت السلم بتاعه، فهيبقى الكونديشن ممكن يحصل لهم سبسس، ممكن اللي بيعمله ما يبقاش قوي بروفيشنال او كواليفايد او كده، فبالتالي يحصل كومبليكيشن من العمليه نفسها. ده شورت تيرم كومبليكيشن. ولونج تيرم كومبليكيشن بقى اللي هو زي الفريجيديتي، سكشوال ترابلز، تعمل لنا هنا الريجيد بيرينيوم، يعني بالذات تايب 3 هيبقى مش بس ريجيد بيرينيوم، انت في الولاده هتعمل ايه؟ هل ممكن البيبي ينزل من هذه الفتحه؟ لازم نفتح الـ ده عشان الفالفال اوبننج او الفيستيبيول يبقى موجود قدامنا، بحيث ان البيبي ينفع ينزل. فلازم نفتح السودانيز اللي بيسموها السودانيز سيركمسيجن، كويس انه بين سيركمسيجن لان هي اكتر موجوده اللي هو تايب 3 ده تحت في الجنوب اكتر، فلازم ان احنا نفتحها بحيث ان هو ينفع ان احنا نولد البيبي. وبعدين بعد كده لازم انك انت بتقفلها، بتضطر انك انت تقفلها، او لو هي شي واز كونسنتنج فور دي فيبليشن، يعني ده انفيبليشن، فانت دي انفيبليشن هي عايزه ترجع نفسها زي ما كان. بس هترجع استراكشر ولا فانكشن؟ structure بس، يعني حتى انت طب الباد اوف فات، طب النيرف النيرفس بلاكسس اللي كان موجود، طب الكافيرنس باديز اللي كانوا موجودين، ما انت الحاجات دي كلها اتشالت، فانت هترجعها ازاي؟ انت اخرك مثلا ممكن تعمل مثلا تحقن فات بتاع اللي هو الشكل يبقى كده، بس الوظيفه هي اللي بتبقى فيها طبعا مشكله. فده بالنسبه للابلايد اناتومي للفالفا او الاف جي ام اللي هم بالاربعه تايبس. في سؤال في الفالفا والابلايد اناتومي والريليشن والقصه دي؟ نطلع على فوق بقى من الفالفا، او قلنا في الفاجينا الاوبننج او الفالفا الاوبننج على الفاجينا. فنيجي نشوف بقى الفاجينا والبروف والمايكروسكوب بتاعها. طبعا الابلايد اناتومي بتاع الهايمن يا دكاتره احنا اخدناه في الامينوريا، وقلنا لو عندنا امبيرفورت هايمن كويس هي هتجيلنا بحاجه اسمها كريبتومينوريا او هيدن منستريشن، اللي هي ممكن تجيلك برايمري امينوريا، بس اكشولي اتس نوت امينوريا لان يعني نو منسز، هو اكشلي في منسز بس المنسز ار هيدن انسايد، فبتعمل لك حاجه اسمها هيماتوكولفس اللي هو اكيميليشن للبلاد جوه، كويس هيماتوكولفس او هيماتوميترا، هيماتوكولفس اكيميليشن بلاد في الفاجينا، هيماتوميترا اكيميليشن بلاد جوه اليوترس او هيماتوسالبنس واندوميتروزس. فده بالنسبه للابلايد اناتومي. الهايمن الاوبننج ممكن تبقى اي حاجه، المهم يبقى مفتوح وخلاص، اي خرم يعني اي فتحه عشان تنزل المنسز، كويس. كانت الفتحه دي بقى انيلر مش عارف كيدني شيب كريبري فورم اللي هي اي فتحه مش فارق خالص، المهم ان هو حاجه. وطبعا اتس ديفرنت والفاريابيليتي دي مالهاش اي سيجنيفيكانس، يعني مش مهمه خالص، يعني تجي لك ست كده هي وبنتها اصل بنتي هتتجوز، عايزين نعرف نوع الهايمن ايه، هو حركه في الاخر في الاول في الاخر هو الهايمن ده موجود فين في الاكسترن جينيتاليا اللي احنا قعدنا نحكي عليها دي، يعني هل تو ذا اوتسايد على الليفل بتاع ليبيا مايورا وليبيا ماجورا؟ لا ديب شويه 2 سنتيمتر جوه، 2 سنتيمتر جوه. فهو يعني اصل تيجي تقول لك اصلها كانت بتلعب
مش عارف اتعورت، فممكن كل الهايمن دي يعني 2 سنتيمتر جوه، فبالتالي مش سهل قوي كده ان هو اكسبوز ان هو يعني يتعور او يتقطع غير باي بنتريشن. فبالتالي الهايمن صعب ان هو يتقطع كده بلاينج بالشطافه مش عارف ايه بالحاجات دي. طيب هل هيفرق جوبي سنشر انتركورس ان هو لو كان الهايمن ده انيلر ولا مش عارف كيدني شيبت ولا كريبري فورم ولا كده في الديفلوريشن؟ ديفلوريشن يعني يعني قطع الهايمن جورينج انتركورس بنسميه ديفلوريشن. هل هيبقى في مشكله هتفرق؟ الالاستيك اتس فيري رير، يعني اكسري انا ما شفتش الاستيك هايمن الحقيقه، يعني اللي هو يقول لك الاستيك هايمن فهو بيتنط وبيعمل، فهو ده مش هيتقطع غير ممكن مثلا مع الدليفري لان البيبي طبعا كبير، فبالتالي ممكن مع الفاجينال دليفري هو اللي يتقطع الالاستيك هايمن ده. والرمننس اوف ذا هايمن بنسميها كارينكلي مايريتي فورمز، مش مشكله يعني، بس الرمننس اوف ذا هايمن لان ممكن قوي في الاخر هي وانت بتيجي تعمل اكزامينشن لاي واحده بتلاقي ان هو ما عندكش الهايمن ده، هي رمننس او تاجز كده بريفري موجوده، فدي الرمننس دي بتبقى بنسميها كارينكلي مايريتي فورمز اللي هي الرمننس بتاعه التورن هايمن افتر ديفلوريشن. اوكي، فبالتالي ده بالنسبه للابلايد اناتومي بتاع الهايمن. في حد عنده سؤال في القصه دي يا دكاتره؟ دكتور ماشي، هو الهايمن ممكن نقول مجازا عليه الاكسترنال اس ولا الاكسترنال؟ ايه الاكسترنال اس ده؟ ايه الاكسترنال اس؟ سمعتوا كلمه اكسترنال اس قبل كده؟ سيرفكس. سيرفكس مش كده ولا ايه؟ مش احنا هو السيرفكس اللي عندنا اكسترنال اس اللي هو اللي بره ده كويس، والانترنال اس اللي هو بعد السيرفايكال كانال، احنا عندنا سيرفايكال كانال من 2.5 3.5 سم اللي بره بتاعتها اللي هي بنقول عليها الاكسترنال اس، واللي جوه اللي هي ريليتد لليوترس دي بنقول عليها الانترنال اس. اوكي، فطبعا ملوش اي علاقه بالهايمن. الهايمن ده اللي هو الاوبننج بتاع الفالفا او الفالفا الاوبننج بتاع الفاجينا، وده طبعا بيبقى في الفيستيبيول بس جوه شويه، يعني انت لما تبقى الست في اللايسوتومي بوزيشن زي ما شفنا الصوره اللي قبل كده، الصوره دي كويس زي ما شفنا الصوره دي اهو، شايفين التاكس دي يا دكاتره؟ دي الكارنتلي مايريتي فورمز، يعني طالما انت شايف الفاجينا الريجي، يعني الفاجينا دي بتبقى فيها زي ريجي كده عشان الكريبتس اللي موجوده، فطالما انت شايف الفاجينا ريجي يبقى عندك الهايمن ده تور، لانه مهم انت كجي بي تبقى عارف برضو يعني الست اللي جايه لك دي فيرجن ولا مش فيرجن. ما هو ده في دكاتره نساء لسه ما يعني الجونيور ستاف ممكن ما يبقوش عارف هي فيرجن ولا مش، يعني اللي موجود ده هو هايمن ولا اتز تورن هايمن. لا اتز تورن هايمن طالما انا شايفه الريجي بتاعت الفاجينا، لو انا مش شايفه الريجي بتاعت الفاجينا، يعني انا هنا شايفه برضو الريجي بتاعت الفاجينا سواء الانتيرير او البوستيرير خلاص، لكن لو انا مش شايفه الريجي بتاعت الفاجينا يبقى كده الفاجينال اوبننج او الفالفال اوبننج از بارشلي كفرد باي الهايمن، فمش بتشوف الريجي بتاعت الفاجينا، لكن لو شفت الريجي بتاعت الفاجينا يبقى كده الهايمن از بارشلي تورن، واللي فاضلين دول عندك هم اللي اسمهم كارينكلي مايريتي فورمز. فانت بتشوف الهايمن بعد ما تعمل سيباريشن لليبيا ماينورا، يعني لو ليبيا ماينورا كده موجودين وانت يو ديدنت سيباريت ده مش هتعرف تشوف الهايمن. فانا عشان اشوف يعني مثلا لو هي بتقول عايز تعرف فيرجن ولا مش فيرجن ولا وات ايفر، فمش هينفع كده باي انسبكشن وانت واقف كده، انت لازم تعمل سيباريشن اوف ذا تو ليبيا ماينورا عشان تقدر تشوف الفاستيبيول، ما ده اسمه فاستيبيول، وتعرف اذا كان الفاستيبيول ده الفاجينال اوبننج از بارشل كفرد باي الهايمن ولا لا. واكتر حاجه سهله انك انت تقول لك اذا كان الهايمن ده تورن ولا لا انك انت تشوف الريجي بتاعت الفاجينا. في سؤال يا دكاتره؟ انا استفدت في الحته دي لان انا اكتشفت ان عندنا حتى نواب جونيورز بيبقوا عندهم مشكله في الايدنتيفيكيشن وفي الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب بعد كده هنخش على الانترنال جينيتاليا، احنا اتكلمنا على الاكسترنال جينيتاليا كويس والبرينيوم او البرينيوم من بره، هنطلع بقى فوق او هنخش ديب كويس على الفيرست انترنال اورجن اللي هيقابلنا اللي هو مين؟ الفاجينا. يعني من الفاجينا الاوبننج كويس، الفاجينا الاوبننج هيبقى عندنا فاجينا وبعدين بعد كده اليوترس بالسيرفكس ماشي، ففي هنا اورجن اسمه الفاجينا وده اورجن از فيري امبورتنت اورجن اسمه الفاجينا، وهو ده اللي هيوصل ما بين الفالفا اكسترنالي كويس لليوترس والسيرفكس انترنالي اللي هو الفاجينا. الفاجينا دي شكلها ايه؟ زي تيوب تيوبلر اند، الانتيرير والبوستيرير وولز بتوعها قد بعض، لا الانتيرير وول اقصر ليه؟ لان السيرفكس واليوترس انسيرتد في الانتيرير وول فاخد
من الطول بتاع الانتيري رول. فالانتيري رول اوف ذا فاجينا بيبقى 6 7 سم 8 سم. البوستيري رول اوف ذا فاجينا لا بيبقى 10 11 سم بيبقى اطول. ايه 10 11؟ يعني اطول حاجه عندي 11 سم. امال البيبي هيتولد ازاي؟ هو البيبي ده طوله قد ايه؟ 50 سم مش كده ولا ايه؟ 50 سم. طب ازاي هيتولد؟ ما هو لازم ينزل من اليوترس لل ثرو السيرفيس. طبعا اليوترس والسيرفيس بيبقوا وان اوبننج بس، بعد كده عشان اللور يوتراين سيجمنت مع الابر يوتراين سيجمنت والدايليتيشن 10 سم، وبعدين هينزل ثرو الفاجينا لبره. فما هي الفاجينا 10 سم ازاي هتاكوموديت دايليتبل؟ ما احنا مش لسه بنقول فيه ريجي وكده، فهي اتس فيري دايليتبل او ديستندبل اورجن. ديستندبل اورجن الفاجينا، عشان كده during intercourse بيحصل لها dilatation. during برضو vaginal delivery برضو بيحصل لها distension and dilatation. فالفاجينا فيها anterior and posterior walls. الانتيرير وله اقصر من posterior wall عشان the insertion of the cervix. طب واخبار lateral borders ولا walls؟ borders. هي anterior and posterior wall لان هي a potential space، هي مش مفتوحة على طول كده. الفاجينا is a potential space، يعني في anterior and posterior wall ولاترال border. بيحصل لها dilatation كويس during مثلا sexual intercourse، during طبعا vaginal delivery الحاجات دي، لكن غير كده it is a potential space، يعني بتبقى anterior and posterior على بعض ولاترال borders، لكن it is not بنقول عليها tubular لان هي it is dilatable وdistendable. لكن غير كده احنا عندنا anterior wall of the vagina ده simply the pubis، فبالتالي ده anterior wall of the vagina وده sacrum posterior wall of the vagina. كويس، فاحنا عندنا anterior vaginal wall posterior vaginal wall ولاترال borders بتوع الفاجينا. طيب الانتيري فاجينال وول دي ريليتد لايه يا دكاتره؟ اليوريثرا ويورينا. يعني لو نزلنا من تحت لفوق يبقى تحت هو اليوريثرا وبعدين فوق اليوريناري بلادر. طب البوستيري فاجينال وول ريليتد لايه؟ طب يعني يا من فوق لتحت من تحت لفوق، ما ينفعش نحطه بالركتم ابدا لان ده الميدل بارت. لو ابتدينا من تحت لفوق يبقى ريليتد للبرينيال بادي اللي هو بيسيبريتد فروم ذا انال كانال، لان اللور اند اوف ذا فاجينا از ريليتد للبرينيال بادي كويس اللي بيسيبريتد فروم الانال كانال. وبعدين الميدل بارت اوف ذا فاجينا ريليتد للامبولاري بارت اوف ذا ركتوم، والابر بارت اوف ذا فاجينا ريليتد للبريتونيوم اوف ذا دوجلاس باوتش اللي هو بيبقى فيه حاجه ولا فاضي ولا ايه؟ نورمالي فاضي. فاضي ده بالعكس، ده لو بقى فيه حاجه اللي هو زي انتستين بنسميه ايه؟ انتيرو سير. وده الابلايد اناتومي بتاع البوستيرير فاجينال وول والانتيرو فاجينال وول، هو لو حصل برولابس، لو حصل برولابس للانتيرير وول اوف ذا فاجينا الابر بارت بيبقى اسمه سيستو سير لان اليورينري بلادر هي بتنزل، واللور اند اوف ذا فاجينا لو حصل لها برولابس لور اند اوف انتيرير وول اوف ذا فاجينا بنسميها يوريثرو سير لان اليوريثرا هي اللي بيحصل لها برولابس. طب لو مسكنا البوستيرير فاجينال وول اللور اند لو حصل فيه برولابس ديفيشن برينيام الميدل بارت ريكتو سيل، طب الابر بارت انتيرو سيل. انتيرو سيل ده يعني في سمول انتستين. طب افرض ان هو ما فيهوش سمول انتستين نزل فيه اومنتوم، هو طبيعي ما فيهوش حاجه، فلو هو فاضي ده ما فيهوش بقى برولابس خلاص، ما هو مش واسع ان هو اناف انه ينزل فيه حاجه فايتس نورمال. طب افرض ان هو واسع شويه بحيث ان هو نزل فيه سمول انتستين، ده بنقول عليه انتيرو سيل زي ما انتوا قلتوا اللي هو باي بي بي اكزامينشن هحس جرجلينج سنسيشن لان هو فيه انتستين. طب افرض ان هو نزل فيه اومنتوم، هو فيه اومنتوم برده في فممكن ينزل فيه اومنتوم هنسميه ايه؟ اومنتوسي. ممكن اومنتوسي بس هو ليه اسم مختلف مشهور بيه اكتر عشان بس لو سمعتوه او قريتوه او كده. هيرنيا تقريبا، هيرنيا اوف دوجلاس باوتش بالظبط كده، هيرنيا لان اتس هيرنيا فهيرنيا اوف دوجلاس باوتش لان هو بدا الانتيرو سيل اكشلي اتس ا ساك بيريتوني لان هو فيه بيريتون فاتس ا بيريتونيال ساك كويس ثرو ذا بوستيرير فاجينال وول. بس لو فيه انتستين بنسميه انتيرو سيل، لو ما فيهوش انتستين وكان فيه اومنتوم بس وما حسش فيه جرجلينج سنسيشن احس فيه بس دوي سنسيشن فبالتالي هنقول عليه ان هو اومنتو سيل او هيرنيا اوف دوجلاس باوتش. طبعا هيرنيا اوف دوجلاس باوتش تحتمل الاثنين بس هي الاشهر بنقوله انتيرو سيل لو فيها انتستين، لو ما فيش انتستين بتبقى هيرنيا اوف دوجلاس باوتش او الاومنتو سيل. طيب انا قلت كلمه دوي سنسيشن لو الاومنتوم، كلمه دوي دي سمعناها قبل كده البيزيكولار مول في المول في اليوترس اللي هو فيري فيري سوفت كويس بتاع البيزيكولار مول بنقول عليه دوي سنسيشن بتاع اليوترس بتاع البيزيكولار. طيب احنا كده بنتكلم على الفاجينا وقلنا جراسلي اتس يعني زي تشوبلر ستراكشر بس فيها انتيرور وبوستيرور وول ولاترال بوردرز. طيب هيستولوجي او المايكروسكوب الفاجينا لايند باي ايه؟ ستراتيفايد سكويمس اكسيليوم كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ نان كيراتينايز.
طبعا احنا هنا ما قلناش السكن والكلام ده ده ايه الهيستولوجي بتاعه. ده ستراتيفايز سكويمس ابيثيليوم كيراتينايز طبعا لانه هو اقوى حاجه اقوى نوع هيستولوجي ابيثيليوم عندنا هو ستراتيفايد سكويمس. طبعا لو كيراتينايز ده اقوى واقوى عشان كده كل السكن اللي هو اكسبوز ده كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. احنا الفاجينا اتز ستيل اكسبوز تو ذا اوتسايد لان مفيش سفنكتر ولا اي حاجه بس مش لدرجه ان هي على الهواء يعني مش كده فمش زي السكن فمش محتاجه تبقى كيراتينايز هي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم بس نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. طب البارفيرين ترانزيشنال زي بقيه اليورينا بتراك زي كل اليورينا بتراك ترانزيشنال ابيثيليوم والبارفيرين ترانزيشنال ابيثيليوم. فاحنا عندنا الهيستولوجي بتاع الفاجينا اتس لاين باي نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. طيب الريليشن احنا قلنا الانتيريور ريليشن بتاعتها ايه والبوستيريور ريليشن بتاعتنا. ابلايد اناتومي برضو بتاع البرولابس والانتيريور فاجينال وول برولابس السوسيل واليوريثروسيل او البوستيريور فاجينال وول برولابس انتيروسيل فوق او هيرنيا اوف دوغلاس باوتش وريكتوسيل وديفيشن بيرينيم اللي هي الحته اللي تحت. بلاد سبلاي اوف ذا فاجينا فاجينال برانش اوف انترنال ايليك ارتري يعني فاجينال ارتري اللي هو طالع من الانترنال ايليك ارتري والليمفاتيك درينج بتاعها في الابر بارت بيفولو مع السيرفكس كويس اللي هو برده انترنال ايليك لانه بيبقى باراسيرفايكال لينف نودز وبعدين مش عارف الانترنال ايليك لينف نودز وكده واللور بارت هيفولو مع الفالفا مع الفالفا اللي هو الانجوينال لينف نودز كويس. فالبلاد سبلاي كله فاجينال ارتري اللي هو انترنال ايليك ارتري والليمفاتيك درينج سواء الابر بارت مع السيرفكس او اللور بارت مع الفالفا. في سؤال يا دكاتره في الفاجينا نطلع من الفاجينا على اليوترس. اليوترس ده grossly formed by ايه في عندنا اليوترس بيتكون من فاندس كايس وال هو كل اللي فوق ده بنسميه بادي اوف اليوترس هو بادي وسيرفكس. هو اليوترس فعلا بادي وسيرفكس اوكي بادي وسيرفكس. فليه قسمناه البادي وسيرفكس يعني ليه ما خدناهوش وان شوت كده زي الفاجينا فاجينا كلها اخدناها فاجينا على بعض ما قسمناهاش ميدل وكده ده عشان الريليشن لكن هي كلها نفس الستركتشر. فبالتالي احنا قسمنا ليه بقى اليوترس ليه البادي اند سيرفكس عشان الستركتشر بتاعه مختلف. احنا عندنا اليوترس ده مصل طبعا مصل او ماينيتريم بس الماينيتريم بتاع البادي او بنقول عليه الابر يوتراين سيجمنت اللي هو البادي اللي فوق ده فورمد اوف كام مصل لايرز 3 مصل لايرز يعني اوتر لونجيتودينال زي بقيه كل الستركتشرز اللي عندنا واينر سيركولر زي برده بقيه كل الستركتشر اللي هو زي فالوبيان تيوب والفاجينا وكل حاجه كويس بس اكسترا ميدل كريس كروس فايبرز موجوده في البادي اوف زيوترس ومش موجوده في اي حته ثانيه يعني مش هتلاقوها في الفاجينا. الفاجينا اوتر اند انر بس اوتر لونجيتودينال واينر سيركولر. برده لو جينا نتكلم على الفالوبيان تيوب اوتر لونجيتودينال واينر سيركولر. لو جينا نتكلم على السيرفكس نفسه برده اوتر لونجيتودينال واينر سيركولر. الوحيد اللي فيه ميدل كريس كروس فايبرز هو البادي اوف زيوترس. البادي اوف زيوترس هو اللي عندنا فيه ميدل كريس كروس فايبرز. يبقى عندنا اوتر لونجيتودينال في اليوترس وعندنا انر سيركولر ماسل فايبرز وميدل كريس كروس فايبرز اللي هم بيبقوا يعني دي كاسيتنج فايبرز مع بعض. ايه اهميه الميدل كريس كروس فايبرز فندم بتقفل البلاد لوس بيبقى اقل. في حد عنده اي حاجه تانية انت كنت بتقولي ايه سمير ما خدش بالي بص مرته يعني بص مرته بالظبط اللي هو البلاد لوس نفس القصه بلاد لوس في المنسز كويس عشان ما يبقاش فيه منوراجيا اكسسيف بلاد فلو او في البوست بارتم عشان ما يبقاش فيه اتوني بوست بارتم يعني لو ما حصلش كونتراكشن للميدل بريس كروس فايبرز دي بتاعه اليوترس في البوست بارتم هيبقى عندها سيفير بليدنج لان البلاد فيسلز الساينسز بتباس ثرو الماينيتريم ده كله. فالكونتراكشن بتاعه الميدل كريس كروس فايبرز هتقفل لك الساينسز اللي موجوده فبالتالي تقلل البلاد فلو في المنسز فما يبقاش عندها سيفير منوراجيا وقت المنستريشن. وفي نفس الوقت برضو في البوست بارتم بيريد ان هي بتقلل البلاد فلو فما يجيلهاش سيفير بوست بارتم هيمرج. طب هو ليه بيحصل كونتراكشن للفايبرز دي مثلا في المنسز ليه بيحصل لها كونتراكشنز عشان بروستاجلاندز. هي البروستاجلاندز دي بتبقى ريليزد في كل البلاد فلو او المنسترال بلاد فلو السكريتوري بمعنى اللي هي اوفيلاتري سايكلز لانه هو لو السايكلز دي اوفيلاتري يعني اوفيلاتري يعني بقى فيه بروجستيرون فبالتالي الاندوميتريوم ده بقى سكريتوري اندوميتريوم فالشادنج بتاع السكريتوري اندوميتريوم هو اللي بيريليز بروستاجلاندز. البروستاجلاندز بتعمل كونتراكشن لليوترس وكونتراكشن للميدل كريس كروس فايبرز فتقلل البلاد فلو. لكن لو هي انوفيلاتري سايكلز يعني ما حصلهاش اوفيليشن كل الاندوميتريوم بروليفريتيف اللي هو الايفكت بتاع الاستروجين
at a time عشان هو بيوفرجلو البلاد سبلاي فهيحصل له شادنج. شادنج اوف ذا بروليفيريتيف اندوميتريوم هل هيريليز بروستاجلاندينز؟ لا. فبالتالي ما بيحصلش هذا الكونتراكشن، ما بتحسش هي بسبازماتيك ديزمنوريا او بينز لانه ما حصلش الكونتراكشنز ده، وفي نفس الوقت بيبقى عندها بينلس سيفير بليدنج. بينلس لان مفيش بروستاجلاندينز خلاص ومفيش سبازم وكده، سيفير لانه برده مفيش البلاد فلو هيبقى كتير. بينلس سيفير بليدنج فده بيحصل في الانوفيلاتري سايكلز. اشهر انوفيلاتري سايكلز عندنا بي سي او، فعشان كده لما تجيلك بتاعه البي سي او تقول لك وبيبقى عندي وجع شديد مع المنسس يبقى حضرتك مش بي سي او. ما انت لو عندك وجع شديد مع المنسس يبقى انت عندك بروستاجلاندينز، يبقى انت عندك سكريتوري اندوميتري، يبقى انت مش بي سي او. لان انت لو بي سي او يبقى تبقي انوفيلاتري، يبقى يجيلك بينلس سيفير منسس اللي هو ايه بتجيلك فتره امينوريه كده فاريبل، وبعدين بعد كده تحسي تلاقي انه في سيفير بلاد فلو من غير ولا بين ولا اي حاجه خالص. فده بس عشان يعني الحته الابلايد بتاعتنا. فاليوترس عندنا upper uterine segment اللي هو البادي اللي هو 3 muscle layers، وبعدين عندنا السيرفكس. السيرفكس بقى outer longitudinal بس والinner circular طبعا بيبقى covered by peritoneum اليوترس اللي هو perimetrium او بيبقى السيروزه بتاعتنا، ولاين باي اندوميتريوم اللي هو الاندوميتريوم ده سواء كان بروليفيريتيف في الفيرست هاف اوف ذا سايكل او سيكريتوري في السكند هاف اوف ذا نورمال منسترال سايكل. فده بالنسبه لليوترس. وجراسلي، جراسلي هو شكله ايه؟ برضو تيوبولر زي الفاجينا؟ لا امال بير شيب، بير شيب كويس زي الكوميترا. بير شيب يوترس كويس. الدايمنشنز بتاعته ايه؟ احنا قلنا الفاجينا 6 7 سم 10 11 سم 1 2 في 3 انش اللي هو يعني طوله 3 انش اللي هو 7.5 سم كويس. العرض بتاعه عند الفاندس ده 5 سم كويس. والانتروبوسير الدايمتر بتاعه 2.5 سم فعشان كده بنقول اليوترس 1 باي 2 باي 3 انش اللي هو ده جراس اناتومي بتاع اليوترس كويس. عندنا انتيرير رول اوف ذا يوترس طبعا، وبوستيرير انتيرير رول اوف ذا يوترس اللي هو بيبقى على السايبون او الابر اند اوف ذا يورين الابر بارت اوف ذا يورين البلادر كويس. لان اليوترس ما بيبقاش كده واقف، هو بيبقى انتي فيرتد فلكسد. نورمالي بنقول عليه اي في اف يوترس انتي فيرتد فلكسد، انتي فيرجن وفلكشن. ايه انتي فيرجن وايه فلكشن؟ ان هو بيبقى على الفاجينا عامل لك زي تاكنه 90 درجه بحيث ان هو ما يحصلش برولابس، ده بريفنت البرولابس اوف ذا يوترس. طب ايه اللي بيكيب اليوترس ان انتي فيرتد بوزيشن؟ حد يعرف انهي ليجمنت؟ هو ليجمنت وليس ليجمنت. هو راوند ليجمنت. راوند ليجمنت طبعا راوند ليجمنت على ناحيتين. الراوند ليجمنت، الراوند ليجمنت ده هو اللي بيطلع من الكورنيال اند اوف ذا يوترس عشان يباث ثرو الانجوينال كانال وتو بي انسرتد انتو الليبيا ميجورا بالظبط كده. فبالتالي طبعا تو بي انسرتد الليبيا ميجورا، فباللي بيكيب الانتي فيرتد انتي فيرتد اتيتيود بتاع اليوترس هو الراوند ليجمنت خلاص. فهو الراوند ليجمنت كده يعني ما اقدرش قوي اقول ان هو سبورتيف، هو بيكيب الاي في اف باترن بتاع اليوترس اللي هو وان اوف ذا حاجات اللي هي بتمنع اليوترين برولابس اللي هو الاي في اف فورم اوف ذا يوترس. فهو اليوترس از انتي فيرتد وفلكسد لان هو فلكسد على السيرفكس كويس. طب هل ممكن اليوترس يبقى ار في اف ريتروفيرتد فلكسد ويبقى نورمال؟ طبعا اتس نورمال فاريانت. يعني هو 85% من الستات عندهم اي في اف يوترس انتي فيرتد، و15% من الستات عندهم ار في اف يوترس ات از نورمال فاريانت ما فيهوش اي حاجه خالص. يعني مش لازم ان هو ده الرحم بتاعك مقلوب، هو بيتقال لهم رحم مقلوب مقلوب عشان باصص لورا بوستيريلي بدل ما يكون باصص لقدام. يعمل لها مشكله الار في اف؟ ايه مشكله؟ هل يعمل ريكارنت بريجننسي لوس؟ ده كان بيبقى مشكله قويه جدا. يبقى الريت بتاع البريجننسي لوس عندنا هيعلى، هيعلى جدا جدا لان في 15% من الستات عندهم ال ار بي اف يوترس. طب ما هو فعلا 15% الريت بتاع السبونتيس ابورشن ديو تو ار بي اف؟ لا ديو تو كروموزومال انوماليز لكن نوت ديو تو ار بي اف. فايتس نوت عشان هو ار بي اف. امال ايه مشكلته لو ليه مشكله؟ يعني ديسبارون بالظبط كده، يعمل لها ديسبارونيا ديب. ديسبارونيا يعني ايه ديب؟ يعني افتر بينيتريشن. سوبرفيشال ديسبارونيا يعني لما بيحصل بس كونتاكت مع الفالفا ده اسمه سوبرفيشال ديسبارونيا. امال ديب ديسبارونيا يعني افتر بينيتريشن يبقى فيه بين. ليه افتر بينيتريشن بيبقى فيه بين؟ هو الانتر كورس هيبقى في الانتيريور فورنكس او الفاجينا ولا البوستيريور؟ هو يعني ايه فورنكس الاول؟ الحته دي اللي هو لان وجود السيرفكس بقى عندنا انتيريور فورنكس وبوستيريور فورنكس للفاجينا ولاترال فورنيسيز للفاجينا. فالانتركورس هيبقى في يعني البينتريشن هيبقى في الانتيريور فورنكس اوف ذا فاجينا. تفتكروا ولا البوستيريور فورنكس؟ ليه البوستيريور؟ افندم ليه في البوستيريور فورنكس؟ هو البوستيريور فاجينا الاولى اخبارها ايه يا دكاتره؟ اطول بالظبط كده مور سبيس. فطبعا
بتاعهم يحصل في البوستيريور فورنكس. خلاص بوستيريور فورنكس. طب لو اليوترس اي في اف يوترس هل في تروما للفاندوس اوف ذا يوترس مع الانتركورس؟ ولا لا؟ لا. طب لو اليوترس ده ار في اف يعني باصص لورا وحصل انتركورس هل في تروما للفاندوس اوف ذا يوترس مع الانتركورس؟ فعشان كده ممكن اللي عندهم ار في اف يوترس which is a normal variant تشتكي من ديب ديسبارون. طب هل دي ليها حل؟ طبعا الحاجات دي مش موجوده في الكتاب بس ده عشان الابلايد اناتومي هو اللي بيخليك تبقى انت فاهم ايه مشكله ده. يعني لو جات لك وهي عندها ار في اف تقول لك ايوه يعني في مشكله لازم اعدله لانه قالوا لي الرحم بتاعك مقلوب. طب تحل القصه دي ازاي لو هي عندها ديب ديسبارونيا ديو تو ار في اف؟ هو اكتر ديب ديسبارونيا بتبقى ديو تو ايه؟ اندوميتريوزس. لان بيبقى عندهم نودولز في الدوجلاس باوتش والدوجلاس باوتش ده بوستيرير او عند اليوتروسيكرال ليجمنت اللي هو برده بوستيرير فبيحصل لهم ديب ديسبارونيا. او لو عندها اندوميتريوزس الاوفرز دول برده بوستيرير برده هيبقى عندها ديب ديسبارونيا. بس دي ما عندهاش باثولوجيكال ليجن. لا دي نورمال فارينت اللي هو عندها ار بي اف يوترس. هتعمل لها ايه او تقول لها هل ليها حل ولا لا هي هتفضل بالديب ديسبارونيا بتاعتها؟ ممكن هخش عادي يعني لازم تعملها سيرجيكال كوركشن لو هي فاندا مثلا يعني لازم تعديله. انا قصدي طب امال لو هي عندها ديسبارونيا جت قالت لك بس انا عندي دي ديسبارونيا من الار بي اف ده يعني انت تيجي تعملها زي ما تقول لك انا عندي دي ديسبارونيا تشك انت في اندوميتروزس تبص تلاقي ما فيش اي مشكله خالص بس انت بتعمل مثلا سونار او انت بتعملها باي مانوال اكزامينشن ما تلاقيش اليوترس اي دي اف تلاقي ار بي اف فبالتالي يبقى في اكسبلانيشن للدي ديسبارونيا اللي موجوده عندها. تقول لها اي مدام فعلا انت عندك دي ديسبارونيا عشان الرحم مقلوب او يعني بدل ما هو باصص لقدام هو باصص لورا عشان كده اعمل لك شويه دي ديسبارونيا. كويس. لو في لو هي جايه بتكومبلين تقول لك انا عندي دي ديسبارونيا. طيب بيقولوا لي كده يعني ممكن ان احنا نبقى نعمل لها ماشي. فده بالنسبه لليوترس كويس سواء اي في اف او ار في اف. ده بالنسبه للبروس. قلنا الريليشن بتاعت اليوترس انتيريورلي قلنا ريليتد لليورينري بلادر بوستيريورلي طبعا الدوجلاس باوتش وده اتس امتي الا لو كان في انتيروسيل او حاجه. طب لاترالي اليوترس ده ريليتد لايه؟ لاترال بوردرز اوف ذا يوترس ريليتد لايه؟ البرود ليجمنت ده بيتباص فيه ستراكشر طبعا مهم جدا اليوتراين ارتري which is a tortuous course. ليه tortuous؟ عشان لما يكبر اليوترس يعني اليوترس احنا بنقول 7.5 سم. طب بيفضل 7.5 سم برده في الدليفري؟ لا. طب يبقى 36 اسبوع اللي هو 36 سم يعني بيطول كتير قوي. فلو كان اليوتراين ارتري ده مش tortuous كان هيتقطع مع الستريتشنج فبالتالي هو تورشيس كورس مثلا ما يحصل انه يكبر يبقى اليوتراين ارتري ما يحصلوش قطع اوكي فهو تورشيس كورس. بس ليه فيري امبورتنت ريليشن مع اليوريتر ات ذا لوور اند اوف ذا يوترس اللي هو عند السيرفكس في فيري امبورتنت ريليشن بين اليوتراين ارتري اند اليوريتر اللي هو ايه؟ ووتر اندر ذا بريدج اللي هو اليوريتر بيلو اليوتراين ارتري. قلنا ده مهم ان اليوريتر هو اللي بيلو اليوتراين ارتري عشان لما نعمل ديسكشن لليورينري بلادر ونبعدها عن اللور يوتراين سيجمنت واحنا بنعمل مثلا سيزارين واحنا بنعمل استراكتومي او كده هيحصل ايه لليوريتر؟ هينزل ولا هينزل هيبعد عن اليوتراين ارتري فتقدر تعمل لايجيشن اليوتراين ارتري من غير ما انت تعور اليوريتر. لكن لو كان اليوريتر هو اللي فوق اليوتراين ارتري وبعدت انت البلادر ونزلتها هيحصل ايه لليوتراين ارتري؟ ما هينزلوا الاثنين مع بعض فبالتالي حتى لو جيت تعمل لايجيشن بعد كده لليوتراين ارتري ما انت هتاخد معاك اليوريتر. فهو كويس ان الووتر هو اللي اندر ذا بريدج عشان لما تعمل ديسكشن اليورينري بلادر داونورد هياخد معاه اليوريتر هيبعده عن اليوتراين ارتري يبقى اليوتراين ارتري لوحده تقدر انك انت تعمله لايجيشن مثلا في الهستريكتومي او كده من غير ما تعور اليوريتر. فده بالنسبه للريليشن بتاع اليوترس. طب اليوترس ده سبلايد باي ايه؟ اليوتراين ارتري هو بنشمان. هل ليه بلاد سبلاي اخر؟ يعني احنا عندنا في الاوبننج بتاع الفالوبيان تيوب بتخليه فوق الفاندس الحته اللي فوق اسمها الفاندس واللي تحت اللي هو البادي ده. طيب هل الفاندس ده ليه نفس بلاد سبلاي؟ يعني اليوتراين ارتري ده بيسبلاي مينلي البادي وطبعا بيسبلاي برده السيرفكس لكن الفاندس بالظبط كده بيبقى عندنا في اناستوموز مع الاوفيريان ارتري فبالتالي بيبقى بياخد بلاد سبلاي برده من الاوفيريان ارتري اللي هو من الانتيريور من الابدامينال اورتا. فعشان كده لما نيجي نتكلم دلوقتي على اليوترس او الفالوبيان تيوب سوري عند الكورنيال اند اوف ذا يوترس مين الكورنيال اند دي اللي هو بيحصل فيها الانترنس اوف ذا فالوبيان تيوب الكورنيال اند ده فيها الاناستوموزس بتوين انترنال ايليك اند ابدامينال اورتا.
فطبعا هيراي بلاد سبلاي في المنطقه دي اللي هو عند الكورنيال اند اوف ذا يوترس كويس، لان عندي اناستوموس بين الانترنال ايليك اللي هو البلفيك سبلاي بتاع البلفس بلاد سبلاي وذا بلفس والابدومنال اورتا، فبتلاقي الحته دي فيري ريتش ان بلاد سبلاي. ايه مشكله ان الكورنيال اند اوف ذا يوترس از فيري ريتش ان بلاد سبلاي؟ لو حصل اكتوبيك في الكورنيال اند ده اوحش اكتوبيك انت ممكن تقابله، لانه لازم هيحصل ديسربشن للاكتوبيك، فلو حصل رابتشر انت عندك بليدنج من الاورتا والانترنال ايليك، فانت متخيل ده اوحش مكان يجي فيه الكورن الاكتوبيك بريجننسي في الكورنيال اند اوف فالوبيان تيوب. الحمد لله ان هو اتس نوت كومن، لان الكورنيال اند بتبقى المصل بتاعتها قويه وكده، فاكتشلي ما بيحصلش فيها قوي اكتوبيك، بيحصل دايما اكتوبيك اكتر لما بيحصل في انهي بارت الامبولاري بارت اوف فالوبيان تيوب اللي هي الحته البعيده، فدي دي يعني حاجه كويسه. فده بالنسبه لليوترس. في سؤال في اليوترس يا دكاتره؟ نيجي بعد كده للفالوبيان تيوبس. الفالوبيان تيوب الفالوبيان تيوب جراسلي ده هي شكلها ايه؟ اسمها تيوب، فهي تيوبلر مش كده ولا ايه؟ فايه تيوب؟ تيوبلر كويس، بتنقسم لبارتس. البارت اللي جوه اليوترس لسه قايلين عليه دلوقتي اسمه ايه؟ كورنيال، او بنقول عليه ساعات انترستيشيال لان هو انسايد، انترستيشيال لان هو انسايد زول او انتراميورال. انتراميورال وانترستيشيال دي سمعناها قبل كده فين؟ في التايبس اوف فايبرويد اللي هي كانت لما يكون في الوول بتاع اليوترس، لان هي فعلا داخله في الوول بتاع المايوتريوم، فعشان كده البارت دي بتاعه الفالوبيان تيوب اسمها انترستيشيال او انتراميورال او كورنيال اند لان هي الكورنيال اند، فدي اول بارت من الفالوبيان تيوب. يلي بالظبط كده ازمس او الازميكال بارت اوف ذا فالوبيان تيوب، يليها الامبولاري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب اللي هي الحته الواسعه اللي ممكن موست كامل يحصل فيها اكتوبيك، وبيحصل فيها كمان سايت اوف فيرتلايزيشن للاوفن بيحصل في الامبولاري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. اخر حته الانفانديبل اللي هو طالع منه الفيمبريال اند اوف ذا فالوبيان تيوب اللي هي فيها الفيمبرا اوفاريكا اللي هي بتيجي على الباي ريسبتورز عند الاوفري عشان وقت الاوفيليشن تعمل بيك اب للاوفم ات ذا تايم اوف اوفيليشن. فده بالنسبه للفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب التيوب دي كلها طولها حد يعرف قد ايه؟ طب نجاس طيب شوية. اصل الامبولاري بارت 5 سنتي، فيعني هي 5 سنتي بس الامبولاري بارت، لسه عندي ازميكال بارت كورنيال اند وفيمبريال اند انفانديبلوم، فهي طولها على بعضه 10 سنتي بالظبط كده 10 سنتي، فهي طول الفالوبيان تيوب هي 10 سنتي، الامبولاري بارت 5 سنتي عشان كده هي نصها تقريبا، فهو ده المكان بتاع الاكتوبيك كويس. وبعدين عندي بعد كده انفانديبلوم اللي هو لاترال، والميديال هيبقى الازميكال فاري ميديال اللي هو الكورنيال اند او الانترستيشيا او الانترامورال بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. طيب ده بالنسبه للجراسل هي تشوب وطولها 10 سنتي. امال هيستولوجي مايكروسكوبيكالي لاين باي كيوبويدال ميثيليوم كولامنر سيليتد بالظبط كده، لازم يبقى سيليتد لان هو السيليار موفمنت بتاعتها هي دي المهمه جدا عشان تعمل السبيرم ان هي تخليه يروح ناحيه الاوفم، وللاوفم ان هي تخليها تيجي ناحيه الامبولاري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب، بعد كده الفيرتلايز اوفم تروح تاني لليوترس عشان تبقى امبلانتد. فهو فعلا كولامنر سيليتد ابيثيليوم. وال ده بالنسبه للهيستولوجي بتاعنا. طب الريليشن الفالوبيان تيوب دي بتبقى ماشيه فين؟ اللي اسمه بقى اللي هو الليجامنت ده البرود ليجامنت بالظبط كده، التو ليف اوف ذا برود ليجامنت. البرود ليجامنت ده بيبقى موجود على الناحيتين بتاع اليوترس، فده البرود ليجامنت انتيرا بوستيرير ليفلت اوف ذا برود ليجامنت اللي هو فولز اوف بيريتونيوم الابر ستراكشر فيه اللي هي بتبقى الفالوبيان تيوب، وطبعا بتبقى ريليتد للاوفري، طبعا ريليتد للاوفري لاترالي والفيمبري اوفاريكا بتاعتها، وميديالي اتس انسرتد انسايد اليوترس. فده بالنسبه للريليشن بتاعتها. ابلايد اناتومي اوف ذا فالوبيان تيوب لو سايت اوف فيرتلايزيشن بيحصل في الامبولاري بارت. اكتوبيك موست كومن، ده احنا لما بنقول اكتوبيك على طول بتقول ان هو تيوب الاكتوبيك اللي بيجي في دماغ مش اي نوع اكتوبيك اخر. فده بالنسبه للابلايد اناتومي. طبعا لو احنا عايزين نعمل بيرمننت كونتراسبشن بنعمل تيوب اللايجيشن يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال طبعا. ولو عندنا هيدروسالفنس اللي هو كرونيك بي اي دي وهي يعني هتحمل بقى ازاي لو عندها بايلاترال هيدروسالفنس، نعمل لهم تيوب الديسكونكشن الاول وبعدين بعد كده تجو فور اي دي اف اكس بالظبط كده. طيب الفالوبيان تيوب دي بنشوفها ازاي لو انا عايزه اعرف التيوب يعني اشوف البيتنسي اوف ذا تيوب وكده، ايه الجولد ستاندرد تو سي الفالوبيان تيوب؟ لابراسكوبي هو الجولد ستاندرد. الابراسكوب طبعا محتاجه انستيزيا، بس كسكريننج في ميثود اوف انفستيجيشن بنعملها هيستروسالبنجيوغرافي. طب لو انت بالهيستروسالبنجيوغرافي لقيت عندك بايلاترال تيوبل بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، يعني لقيت الفالوبيان تيوبز مش باينه عندك بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن،
هتجو فور اي في اف اكس لان عندك بايلاترا بروكسيمال تيوب الاوستراكشن ولا هتعمل ايه؟ لازم ليه اعمل لاباراسكوبي؟ ما هي الاثنين مش ممكن يبقى ماسل سبازم. في ماسكولوزا قلنا اوتر لونجيلو انر سيركلر، فلو في سبازم في الانر سيركلر ماسل فايبرز دول مش هيخش جوه الداي، فبالتالي يبان لك اكنها بروكسيمال تيوب الاوستراكشن لكن اتس نوت اوبستراكشن ات سباز. عشان كده لازم اكونفيرم هي فعلا بروكسيمال تيوب الاوستراكشن ولا ان انا اعمل لها لاباراسكوبي بدل ما اخليها جو فور اي بي اف اكسي وهي في الاخر التيوب بتاعتها كويسه وبيتنت وما فيهاش اي مشكله خالص. فانت لو لقيت عندك بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن كويس بتجو فور لاباراسكوبي. طب لو لقيت عندك باي هيستروسالبنجوجرافي ديستال تيوب الاوبستراكشن وبايلاترال هيدروسالبنس يو نيد كونفيرميشن؟ لا لان ما خلاص ما بيقولك. فطب تعملها لاباراسكوبي ليه؟ عشان تيوبل ديسكونكشن، عشان تيوبل ديسكونكشن، لان برده ما ينفعش انها تروح فور اي اف اكس سي غير لما تعمل تيوبل ديسكونكشن. فبعمل بس لاباراسكوبي اتس ان اوبراتيف لاباراسكوبي عشان اعملها تيوبل ديسكونكشن وليس فور كونفيرميشن لان ات از كونفيرمد الهيدروسالبنس اللي موجود. ماشي؟ انا بحاول اخليه كلينيكال. انا عارفه ان الموضوع النهارده اناتومي، ايه ده اناتومي يعني بنحاول نخليه ابلايد. ماشي؟ عشان بس نبقى مركزين مع بعض يا دكاتره. ما ينفعش تقابلوني هذه المقابله بعد كل الغيبه الطويله دي، يعني انا جايه النهارده بقول وحشتوني وحاجات كده يعني فعلا وحشتوني بجد، بس ما ينفعش الاقي نص الناس نايمه. يعني انا عارفه ان الموضوع بورينج شويه بس يعني بنحاول ان هو يخليه مور ابلايد يعني. طيب ده بالنسبه لايه الفالوبيان تيوب. طب الاوفري ده تجديد بقى الاوفري ابدل بالظبط ايه ده مختلف تماما، مختلف تماما عن كل اللي احنا قلناه. ده كل اللي فاتوا كانوا بيلفيك ستراكشر بيلفيك ستراكشر انترنال ايلياك والايلياك ليمف نودز والكلام ده، لكن ده ابدل ستراكشر ابدل ستراكشر كويس. وبعدين بعد كده حصل له مايجريشن بالجبرناكولوم اللي هو الراوند ليجمنت كويس ان هو نزل عند اليوترس كويس، فحصل له مايجريشن من الابدومن للبلفس وكيبينج البلاد سبلاي بتاعه من الابدومينال اورتا واللي فات الدرينج في البارا اورتيك ليمف نودز بس نزل اللي هو لحد ما يوصل للبلف عشان يبقى اناتوميكلي موجود في البلفس، لكن هو اكتشوالي ات از ان ابدومينال اورجن. بس هو مختلف عن بقيه الابدومينال اورجنز. كل الابدومينال اورجنز بيبقى عندنا في بارايتال بيريتونيوم ده اللي هو كفرنج الوول بتاع الابدومين لاين الوول بتاع الابدومين، لكن على طول في عندنا فيسر البيريتونيوم على الفيسرا هتلاقي ترايكون اوف يورينر بلادر عليها البريتون حتى اليوترس عليه بس هو اتاتش للابر يوتراين سيجمنت ولوز على اللور يوتراين سيجمنت. الاوفري الوحيد اللي مش كفرد باي بريتون خلاص، تلاقي الاوفري مش ما فيش بريتون عليه. انت لما تشوف الاوفري باي لاباراسكوبي او اوبن لاباراتومي او كده ما عليهوش بريتونيال كفرنج، الاوفري ما عليهوش بريتونيال كفرنج، فده بيخليه مميز. امال شكل الاوفري ايه؟ شكله براسي الموند شيب، الموند شيب زي الالموند. وطب وقد ايه الدايمنشنز بتوع 1 في 2 في 3 سنتيمتر، احنا قلنا اليوترس 1 باي 2 باي 3 انشز كويس، لكن الاوفري 1 باي 2 باي 3 سنتيمتر كويس واتس الموند ان شيب. طب وسموث سيرفيس؟ لا كوريجيتد. ليه كوريجيتد؟ عشان ستيجما اوف اوفيليشن لما بيحصل رابتشر اوف ذا فالوبيان تيوب اوف دومينانت فوليكل كل شهر كويس ده بيدي كوريجيتد اند لليوترس. امال امتى تلاقيه سموث سيرفيس زي في البي سي او اللي هو كرونيك انوفيليشن، فدول ما عندهمش الديسربشن بتاع الاوفيليشن فده اللي تلاقيه سموث سيرفيس، او تلاقي اويستر شال ابييرنس لما تعمل لاباراسكوبي اللي هو زي المحار كده عشان بيبقى بارد سموث سيرفيس عشان ما عندناش الديسربشن بتاع الستيجما اوف اوفيليشن. فده بالنسبه للاوفري جراسلي، جراسلي اللي هو 1 باي 2 باي 3 سنتيمتر الموند شيب وكوريجيتد اند عشان اللي هو الاوفيليشن ستيجما اوف اوفيليشن. طيب الاوفري يا دكاتره مايكروسكوبيكلي او هيستولوجيكلي في عندنا كورتكس وعندنا مدلة، الكورتكس اللي هي الحته اللي بره والمدلة اللي هي الحته اللي جوه، وطبعا الكورتكس ده اللي هي بيبقى فيها كل ال ستيجز ديفرنت ستيجز اوف ذا فوليكلز سواء دومينانت فوليكلز او سمول فوليكلز او كده، فكل ده موجود في الكورتكس والمدلة دي اللي هي فيها الستروما. فده بالنسبه لل الهيستولوجي بتاعنا ان عندنا في كورتكس وعندنا المدلة. طيب بالنسبه للريليشن بتاعه الاوفري ايه الليجمنتس الاتاتش للاوفري؟ اوفيريان ليجمنت افندم. اوفيريان ليجمنت ده من اللي فين؟ الاوفيريان ليجمنت ده من اليوترس للاوفري. اوفيريان ليجمنت اللي هو
ما هو الاوفري ده مش طاير مع نفسه، ما هو لازم يبقى فيه اتاتش لحاجات مش فيكسد، بس اتاتش بليجمنتس، فاتاتش بليجمنتس للاوفري بالاوفريان ليجمنت. طب ولازم بياخد بلاد سبلاي من اللاترال بيلفيك وول برده مش كده ولا ايه؟ فلللاترال بيلفيك وول اتاتش بليجمنت تاني اسمه ايه؟ انفانديبلو بيلفيك، لانه من الانفانديبلو اوف الاوفري للبيلفيك، البيلفيك وول للبيلفيك وول. فاحنا عندنا الاوفري ميديالي ريليتد للاوفريان ليجمنت اللي هو بيكونكت الاوفري لليوترس خلاص، فده الاوفريان ليجمنت. ولاترالي الاوفري ريليتد للانفانديبلو بيلفيك ليجمنت اللي هو بيكونكت الانفانديبلو مع الاوفري لللاترال بيلفيك وول. وفي حاجه اسمها ميزوفيريوم، ميزوفيريوم ده بيكونكت الاوفري للفالوبيان تيوب عند البارت اوف ذا برود ليجمنت. ميزوفيريوم ده بارت اوف ذا برود ليجمنت بس اللي هو بتوين الفالوبيان تيوب اند ذا اوفري بنقول عليه الميزوفيريوم. فانت لو جيت تعمل اوفيركتومي هتشيل الاوفري جيتو ان فيها مثلا درمويد سيست كبيره واخده الاوفري كله، فانت مضطر تعمل لها اوفيركتومي. تحط كلامس على ايه؟ احنا بنحط كلامس على ايه اصلا؟ على الفاسلز، عشان انا لو شلت الحاجه من غير ما اعمل لايجيشن الفاسل هيحصل بليدنج، فلازم احط كلامس على الفاسلز وكلامب واعمل لايجيشن عشان لما اشيل ما يحصلش بليدنج. فده اي ستراكشر بنشيله كده، حتى الابندكس الابندكولار ارت لازم اعمل الاول لايجيشن وبعدين بعد كده اشيل الابندكس واربط الابندكولار ارت ده. فانا لو جيت اعمل اوفيركتومي هحط كلامس على ايه؟ انهي ليجامنتس؟ الاوفيريان ميديال والانفانديبلو بيلفيك لاترال والميزوفيريان كويس، اللي هو عشان فيه بلاد سبلاي بتوين طبعا الاوفري والفالوبيان تيوب. فبحط الثلاثه كلامس دول اللي هو اوفيريان، وطبعا كل واحد بنحط له تو كلامس، تو كلامس خلاص، واحد هيروح مع الستراكشر اللي انا شلته مع الاوفري والتاني هو ده اللي هربط عليه. فبالتالي هتحط سته كلامس لما تيجي تعمل اوفركت. طب لو انت هتعمل توتال ابدومين هيستركتومي اند تشيل الاوفري، هتلاقيت عند انهي ليجامنت، الاوفيريان ولا الانفانديبلو بيلفيك ولا الاثنين؟ مين بيقول الاثنين؟ تاني سؤال عشان يعني الناس اللي كانت نايمه كويس. احنا دلوقتي لما قلنا هنشيل الاوفري بس، انا لازم الاقيت عند الاوفيريان ارتري ولازم الاقيت عند الانفانديبلو بيلفيك ارتري وعند الميزوفيريوم، لان انا هشيل الاستراكشر ده، فكل الباسل دي لازم اعمل لها لاجيشن كل واحده باي تو كلاس. طب انا دلوقتي عايزه اشيل اليوترس بالاوفري، عايزه اشيل اليوترس اند ريموفال اوف ذا يوترس اند اوفري توتال ابدومينال هيستركتومي اند بايلاترال سرفنج اوفركتومي او يونيلاترال سرفنج اوفركتومي، هحط كلام فين؟ هل هحطه عند الانفانديبلو بيلفيك ولا احطه عند الاوفيريان، عند الانفانديبلو بيلفيك ليجمنت ولا عند الاوفيريان ليجمنت ولا عند الاثنين وانا هعمل توتال ابدومينال هيستركتومي اند اوفركتومي؟ مين بيقول احط عند الاثنين، يعني اربط عند الاوفيريان واربط عند الانفانديبلو بيلفيك؟ طيب وعندي بوت واحد. طب مين بيقول احط الكلامب عند الاوفيريان؟ حد. طب مين بيقول احط الكلامب عند الانفانديبلو بيلفيك؟ طبعا احط المكان. ليه بحط الكلامب عند الانفانديبلو بيلفيك؟ لان البلاد جاي لي انا هشيل الاوفري، فبالتالي ما حركه البلاد سبلاي اللي جاي له اللي هو من الانفانديبلو بيلفيك الابدومينال اورتا هتدي برانش عند يمشي الاوفيريان ارتي عند الانفانديبلو بيلفيك، فبالتالي بحط كلامب هنا. طب وليه ما احطش كلامب عند الاوفيريان؟ طب هو هيتشال مع اليوترس، ما انا احط بقى الفرانكا هيتشال، احط كلامب هنا ليه؟ طب لو انا if I need to keep الاوفر لاني سنه صغير مش عايزاها تخش من البوزر سيمتومز كده، فاحط كلامب فين؟ عند الاوفيريان عشان يجي البلاد سبلاي من الانفانديبلو بيلفيك للاوفري، عشان الاوفري انا هقول كيب ات فيجي البلاد سبلاي، لكن اشيل او اربط عند الاوفيريان لان انا هشيل اليوترس كيبنج الاوفري خلاص. فده بس عشان نبقى متخيلين هو الاوفيريان اللي جاي زي الانفانديبلو بيلفيك هو بيمشي الاثنين فيهم بيمشي نفس الاستراكشر اللي هو مين؟ الاوفيريان فاسلز خلاص. بس انا لو هشيل الاوفري يبقى انا هربط عند الانفانديبلو بيلفيك، لو انا هسيب الاوفري يبقى انا هربط عن الاوفيريان. طيب ده بالنسبه للابلايد بتاع الاوفري. في سؤال لحد هنا؟ نيجي بقى الحاجات دي الصغيره. الاول عايزه اخلص الليجمنتس لان اتكلمنا على ليجمنتس كتير. هي ايه وظيفه الليجمنتس ان جنرال عندنا؟ الاربطه سبورت، لان الليجمنتس ده فايبر ستراكشر فبيسبورت الاورجن ان اتس بليس، اللي هم ايه اشهر اورجنز اللي هتسبورت الاورجنز ان بليس، اللي هو ايه الاورجنز اللي عندنا اللي هو نيد تو بي سبورتد ان بليس؟ يوترس، سيرفكس، الاوفريز. على فكره هم يعني هم صغيرين قوي 1 باي 2 باي 3 سنتيمتر، مش محتاجين سبورت لان هم يعني مش موصل وكده، مش زي اليوترس مش ليهم ويت كده. فاكتشولي يعني مش فاجينا، الفاجينا لان مش عندها فاجينا برولابس يوتراين برولابس، فلو ويكنس اوف السبورتيف سيستم بتاع الفاجينا هيحصل لها برولابس، ويكنس اوف السبورتيف سيستم بتاع اليوترس هيحصل له برولابس. طب ايه هما بقى الليجمنتس اللي هي بتكيب الاورجنز دول اللي هو اليوترس والفاجينا ان بليس؟
ماكن رودز اللي هو اللاترال سيرفايكل او الكاردينال ليجمنت، طبعا دول ذا سترونجست ليجمنتس اللي هو على فانينج ان شيب عند اللاترال فالفي بول من اللور اند اوف السيرفكس، اللور اند اوف ذا يوترس والسيرفكس والابر اند اوف ذا فاجينا، وبيفانوا لللاترال فالفي بول اللي هو الماكن رودز او اللاترال سيرفايكل ليجمنت او الكاردينال ليجمنت، كلهم حاجه واحده نفس السينونيمس لبعض. ده اول ليجمنت. ايه تاني؟ يوتروسيكرال، لان لازم طالما عندي حاجه لاترال لازم حاجه من ورا وحاجه من قدام. السكند سترونجست اللي هو يوتروسيكرال from the uterus to the periosteum of the sacrum, posterior uterosacral ligament اللي هو from the lower end of the uterus and the upper end of the vagina للperiosteum of the sacrum, والanterior pubis cervical من the back of the symphysis pubis, periosteum of symphysis pubis للanterior end of the cervix. فهم دول ال supportive التلاتة supportive ligaments اللي خدناهم في البرولابس اللي هو بالترتيب ده ماكن رودز لانه strongest, second strong اللي هو uterosacral يعني pubis cervical. طب امال ايه برود ليجمنت والاوفيريان ليجمنت والانفانديبلو بالفيك ليجمنت اللي احنا عاملين نقول عليهم ليجمنتس اهم وموجودين؟ هل دول بيكيب الاورجنز ان بليس يعملوا سبورت؟ لا، دول بروتكتيف لان بيباس فيهم بلاد فيسلز، فالبلاد فيسلز بتباس جوه ليجمنتس عشان تعمل لهم بروتكشن من اي تروما من كده، فبالتالي دول البروتكتيف. طبعا البرود ليجمنت ده مش بس بيباس فيه الفاسلز، ده بيباس فيه ستراكشرز كمان زي الفالوبيان تيوب كويس، اليوتراين ارتري طبعا التورشوس كورس بتاعه، اللور اند اليوريتر كويس اللي هو بيلو اليوتراين ارتري عند اللور اند اوف ذا فاجينا، وبيبقى فيه رامننت لواحده داكت هنتكلم عليها المره الجايه اللي هي الولفيان داكت اللي هي بتكون الميل انترنال اورجنز، طبعا بيحصل لها بتبقى ريدمنتري في الفيميلز، فالرامننس اوف الامبريولوجيكال رامننس دي بتبقى موجوده برده في ال البرود ليجمنت. ولو حصل ان هي كبرت بتعمل لي باروفيريان سيست، باروفيريان سيست لو كبرت بتعمل لي باروفيريان سيست. الهايدال سيست اوف مورجاجني دي برده رامنت بس دي بتبقى ريليتد للفالوبيان تيوب، الفيمرال اند اوف ذا فالوبيان تيوب، ملهاش اي سيجنيفيكانس غير ان هي كبرت شويه. هايدال سيست اوف مورجاجني ده رامنت اوف ذا وولفيان داكت كويس ريليتد للفالوبيان تيوب، بس اللي بتبقى انسايد البرود ليجمنت اللي هي الباروفيريان سيست كويس برده رامنت اوف ذا وولفيان داكت لو حصل لها ان هي كبرت دي بتبقى باروفيريا لان هي جنب الاوفري دي تو انكريز في سايز او اكيميليشن اوف فلويد انسايد الرامنت اوف ذا وولفيان داكت. فده بالنسبه للليجمنت اللي هي البروتكتيف او الواحد اللي هو البرود ليجمنت. تحت ده تحت في الفالفا ناحيه الفالفا. طيب يبقى بروتكتيف اول واحد اللي هو برود ليجمنت لانه بيباس فيه فعلا فيري امبورتنت ستراكشر. ايه ثاني بروتكتيف ليجمنت كنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ الانفانديبلو بالفيك والاوفيرين. على فكره الاثنين واحد بس هو من المسمى هو اللي يختلف، وجود الاوفري في النص قسم الليجمنت ده لانفانديبلو بالفيك لاترالي واوفيريان ميديالي، بس هما الاثنين يعتبروا واحد لانه بيباس فيه الاوفيريان فاسلز، اوفيريان ارتري واوفيريان فينز، فبيباس فيه الاوفيريان فاسلز، بس هو وجود الاوفري قسم اللاترال انفانديبلو بالفيك ما بين الانفانديبلو اوف ذا اوفري للاترال بالفيك وول وميديالي ما بين الاوفري واليوترس، فعشان كده بقى عندنا اوفيريان ليجمنت اند انفانديبلو بالفيك ليجمنت بس اكشلي بيباس فيه سيم ستراكشر اللي هو الاوفيريان فاسلز. فدول اللي هما البروتكتيف. الراوند ليجمنت انا حطيته لوحده لان بصراحه ما اقدرش اقول لكم هل هو سبورتيف ولا بروتكتيف. هو اتس نوت سبورتيف لان هو مش بي سبورت كده، بس هو بيكيب الانتي فيرتد بوزيشن بتاع اليوترس، والانتي فيرتد بوزيشن بياد ان هو يمنع اليوتراين برولابس، فعشان كده انا كتبت الراوند ليجمنت لوحده وبيباس فيه ارتري. صحيح الارتري ده اي كلام قوي يعني، حد يعرف اسمه؟ سامسون ارتري. سامسون ارتري بيباس في سامسون ارتري، عشان كده لما نيجي نعمل استراكتومي لازم ان احنا نعمل لاجيشن برده للراوند ليجمنت. سامسون ده سمعناه قبل كده ثيوري في ال سامسون ثيوري بتاعه في الاندوميتريوز. سامسون ثيوري بتاعه ثاني سينز. طيب فده بالنسبه للليجمنت بتاعنا. طب ايه بقى pelvic part of the ureter؟ ما يهمناش دول هتاخدوه في المسالك او في اليورولوجي، انا بس يهمني pelvic part of the ureter عشان انت وانت دكتور نسا تاخد بالك انك انت ما تعورش اليوريتر، لان دكاتره المسالك بيزعلوا مننا جدا ان احنا بنعور اليوريتر. بنعوره فين؟ ايه الاماكن الشهيره اللي دكتور نسا ممكن يعور فيها اليوريتر؟ 1 سنتيمتر lateral to the cervix. ليه؟ وهو بيعمل ايه؟ وهو بيعمل يعني انا ايه اللي هعمله في المنطقه دي ان انا اعور اليوريتر؟ لو بعمل هيستركتومي وانا جايه يعني اعمل لاجيشن لليوتراين ارتري، لان انا اعمل لاجيشن طبعا مش بعمل لاجيشن لليوتراين ارتري في سيزارين سكشن، اشيله ليه؟ الاجيته ليه؟ ما انا اليوترس سايباه مكانه. انا هعمل لاجيشن لليوتراين ارتري وانا بعمل هيستركتومي، فبالتالي لو انا عايزه الاجيت اليوتراين ارتري وانا بعمل هيستركتومي انا ممكن قوي اعور اليوريتر هنا، فلازم ان انا ما اعوروش. ان انا اعمل ايه؟
ديستكشن للبلادر داونورد كويس وانا بعمل هيستريكتومي عشان اليوريتر يبقى يبعد عني، فبالتالي اقدر ان انا الاجيت اليوتراين ارتري من غير ما اعمل انجري للبلفيك بارت اوف ذا يوريتر. ايه المكان الثاني اللي ممكن اعور فيه اليوريتر غير عند اليوتراين ارتري؟ فاندم الراوند ليجمنت ده طالع من هنا، الراوند ليجمنت ده انتيريور لليوترس ونازل في الانجوينال ليجمنت يمسك في الليبيا ماجورا. هل اليوريتر هيباص في الحته دي؟ لا، ده اليوترس ده اليوريتر ده بوستيرير ستراكشر، مش كده؟ مش الكدني دي ورا، فبالتالي ريترو بريتونيال ستراكشر اليوريتر. وبعدين بعد كده لما بينزل ان فرونت اوف البايفركيشن بتاعه الكومن ايليا هيبتدي ان هو يمشي ميديالي وانتيريور عشان يبقى انسيرتد انسايد الترايجون. فلما بيباص ان فرونت اوف البايفركيشن اوف الكومن ايليا هنا في مين؟ اوفري. مش هو الاوفري بيلاي ان الاوفيريان فوسا اللي هي عند البايفركيشن دي، فبالتالي ممكن اعوره وانا بعمل لاجيشن لايه؟ للاوفيريان ليجمنت، للانفان ديبلوبالفيك، لان الاوفيريان ليجمنت ده ميديال، ده باين على اليوريتر. الانفان ديبلوبالفيك هو ده، حتى الانفان ديبلوبالفيك هو اللي على البلفس، فبالتالي ممكن تعوره وانت بتعمل هيستريكتومي. بان هيستريكتومي ولا توتال هيستريكتومي؟ بان هيستريكتومي، لازم تكون بتشيل الاوفري. فالمكان الثاني اللي انت ممكن تعوره فيه وانت بتشيل الاوفريز وانت عند الانفان ديبلوبالفيك ليجمنت، ده ثاني مكان. ثالث مكان وانت بقى عند الفاجينال انجل، لما بتشيل اليوترس عند الفاجينال انجل، ما هو بيباس عند ال 1 سنتيمتر عند السيرفكس او الفاجينال انجل اللي هو اللاترال فورنكس. فانت بتقفل الفاجينا بعد ما عملت هيستريكتومي وبتقفل الفاجينال انجل بتاعك، يبقى ساعتها ممكن تعور اليوريتر لان هو بيباس 1 سنتيمتر لاترال تو اللاترال فورنكس بتاع الفاجينا. فدول الثلاث اماكن اللي احنا ممكن نعور فيهم اليوريتر، فلازم نبقى واخدين بالنا واحنا بنعمل بان هيستريكتومي عند الانتنديبلو بالفيك ليجمنت، واحنا بنعمل هيستريكتومي عند اليوتراين ارتري ليجيشن، وبعد ما عملنا هيستريكتومي واحنا بنقفل الفاجينا الكف عند الفاجينال انجل. بتربطي ميزوفيريان، بس انت ما عندكيش هنا يعني اليوريتر مش ده. احنا في الهيستريكتومي يا دكاتره احنا على حسب هي توتال ولا بان، انا عند الاوفيريان وعند الاوفيريان او الانفانديبلو بالفيك ليجمنت والراوند ليجمنت، ده الكلامس اللي احنا بنحطها وعند الراوند ليجمنت وعند اليوتراين ارتري. بس خلي بالك هو الميزوفيريان ده لو انت هتشيلي يعني فالوبيان تيوب هتسيبيها او تشيليها خلاص، اكشوالي الفالوبيان تيوب لازم بنشيلها معانا. يعني انت هتسيبي الفالوبيان تيوب ليه وانت شايله اليوترس؟ ملهاش اي لازمه لوحدها. انت الاوفريز ليه لازمه؟ لان هو ما تخشش في منوبوز، بس الفالوبيان تيوب ملهاش ولا حتى طعميه يعني ملهاش خالص. فاكشوالي مش الميزوفيريم اللي بتربطي، انت بتربطي عند يا اما الاوفيريان يا اما الانفانديبلوبال. الميزوفيريم بتربطي لو هتشيلي الاوفري keeping the fallopian tube، لكن لو انت ما هتشيلي اليوترس كله على بعضه بنشيل معاه الفالوبيان تيوب، فبتربطي عندي يا اما الاوفيريان ليجمنت يا اما انفانديبلو بالفيك على حسب انت هتشيلي اليوترس الاوفري او هتسيبي الاوفري. طب يبقى كده دول الثلاث اماكن اللي احنا ممكن نعور فيهم اليوريتر. ايه اللي يخليني ما اعورش اليوريتر؟ يعني ايه اللي يخليكم يعني تاخدوا بالكم انكم ما تعوروش اليوريتر؟ اعمل اي في بي قبلها، ايه رايكم؟ يعني ايه انترافينس فايلوجرافي لو بنحن صبغه عشان نديلي نيت اليوترس، فبقى انا شايفاه في الاي في بي ومعلقه صوره الاي في بي قدامي وانا شغاله، ده اوبشن. نحط داي احيانا، نحط داي يعني وانا شغاله اخليهم يجوا، مفيش داي تبقى انسرتد انك انت تشوفها، لان مفيش ميثيلين بلو بتحقنه جوه الكدني او كده، ما انت لازم تحقن داي جوه الكدني. فالكونتراست ده بيتحقن في الاي في بي بره قبل ما اعمل العمليه. اللي هو الستنت يعني يوريتاريك ستنت بنركب، اللي هو زي كاثيتر كده بنركبه، دكاتره المسالك يعني بيخشوا ثرو سيستوسكوب بحيث منظار لليورينر بلادر، فيشوفوا الترايبون اوبننج فيروحوا مدككين يوريتاريك ستنت جوه اليوريتر عشان وانا شغاله في العمليه ابقى احس الستنت، فبالتالي ما عورش اليوريتر. ادي اوبشن تاني انتوا قلتوه. هل انتوا شايفين ده غير الداي؟ لان الاي في بي ده داي اتحقنت، فبالتالي انت وقت العمليه انت مش شايفه الداي، انت بس حطاه قدامك. ده بعيد شويه، لا ده قريب شويه. فده بنعمله لو كان عندي برود ليجامنتري مايوما، عايز اعرف اذا كان اليوريتر مثلا ده ريليتد ميديالي او ديزلوج لاترالي او ايه عشان ابقى عارفه. فبنعمله فعلا في الاي في بي ده لو انا عندي برود ليجامنتري مايوما وداخله اعمل معملتي. ممكن نعمل يوريتاريك ستنت لو هي عندها سيفير ادهيجنز او كده، فبنقول لهم حطوا لنا يوريتاريك ستنت او كده. هل ده العادي؟ يعني انا بمعنى انا العادي ان انا ممكن اعور اليوريتر. ما احنا قلنا ثلاث اماكن للعادي ممكن تعور فيهم اليوريتر، اللي هو بتعمل هيستريكتومي لواحده ست عندها اندوميتريال هايبربليزيا، ولا في بقى ديسلوجمنت للاناتومي ولا اي حاجه، دي ما عندهاش اي مشكله خالص. طيب
هل دي الستاب اللي احنا بنعملها عشان ما نعورش اليوريتر؟ على فكره هي ممكن تبقى فول بلادر الست وانا بعملها عمليه، لازم تبقى فول بلادر ولا امتي بلادر؟ ده لازم تبقى امتي بلادر. لو فول بلادر هتبقى جايه على اليوترس وجايه على كل حاجه وهتسد الفيلد بتاعي، انا مش هعرف اشتغل. ده لازم بنحط قسطره عشان تفضل مثانه فاضيه طول ما احنا شغالين وتبعد عن الفيلد بتاعي، فدفنت لازم تبقى امتي بلادر وبتحط لها يورينري كاسيدا. امال ازاي اتحاشى ان انا اعور اليوريتر وانا شغاله في اوبريشن جاينيكولوجي؟ سكشن للبلادر وبنزلها شويه كويس. فديسكشن بلادر ده عند اليوتراين ارتري. طب وفي بقيه الاماكن ايدنتيفيكيشن للاناتومي بتاعه ولا تاتر؟ ده اهم حاجه انك انت تبقى عارف اليوريتر ده ماشي فين، وتبقى انت يعني ايدنتيفاينج اليوريتر والبيريستالتيك موفمنت بتاعته، فهو ذا اونلي وبست كمان واي. لان على فكره ممكن قوي يبقى حاطط لك الستاند، ما الستاند ده زي الكاميرا خلاص، انت ممكن يعني اللي هيخليك تعوره ممكن ما تحسش الستاند قوي، يعني فاهمين ازاي تحسه ايه ده، ده ليجمنت ده، ما هو مش كده ولا ايه؟ ما هو هيبقى يعني زي التكشر بتاعه الليجمنت. ممكن قوي الاي بي تي برده ما انت انك تريليته للقصه دي. فهو اهم حاجه فعلا انك انت تعمله بروبر فيجواليزيشن اناتوميكال ايدنتيفيكيشن اوف اليوريتر بالبيريستالتيك موفمنت بتاعه وايل يو ار دوينج الاوبريشن بتاعك. فده بالنسبه للبلفيك بارت اوف ذا يوريتر. وبالنسبه للليجمنت ايه هي البلفيك فلور؟ بلفيك فلور غير بلفيك فلور مصر، خلي بالكم انا بقول بلفيك فلور ماسل ديفينتلي هي دي الليفيتور انال. لكن لو قلنا ايه هو البلفيك فلور، ده من اول الدوغلاس باوتش البريتونيوم اوف ذا دوغلاس باوتش، وبعدين تحتيه الليفيتور انال ماسل جايس، وبعدين تحتيه عندك الاسكال فوسا والفات اللي فيها وكده، وبعدين سوبرفيشال برينيال ماسل، لان دي برينيال ماسل هي الليفيتور انال بالبارتس بتاعتها، والسوبرفيشال برينيال ماسل اللي هي بالبو كافرنوزس والاسكو كافرنوزس والايليو كافرنوزس اللي هما السوبرفيشال برينيال ماسلز. امال الليفيتور؟ لا الليفيتور بقى ليها البيوبو ريكتالس والايليو ريكتالس بيوبو ريكتالس والاسكو كوكسيجيس والايليو كوكسيجيس اللي هي تعالوا نشوفها هنا. ده البلفيك فلور ماسل الليفيتور. الليفيتور فعلا بتبقى هي عامله لنا البلفيك فلور ماسل، او بنقول عليها زي بلاتو، ان هي بيبقى كل الانترنال اورجنز سبورتد باي الليفيتور اناي. عشان كده اكتر حاجه تعمل لنا برولابس لو الليفيتور اناي دي بقت ويك باي ريبيتد تشايلد بيرث وان سبيس تشايلد بيرث وكلام من ده، فبيويك ان الليفيتور اناي، فبتلاقي ان الاورجنز دي ممكن هو يحصل لها برولابس. بيبقى عندنا من الاسكل يعني في بارتس من الليفيتور اناي هتبقى ريليتد للاسكيال سباين، وفي ريليتد للايليوبيكتينيال لاين كويس، وهي بتعمل ديكاستيشن يعني تيجي البيوبو ريكتالس هتعمل لك زي ديكاستيشن اراوند الريكتم عشان تبقى عامله زي سفنكتر اراوند الريكتم. بيوبو فاجينالس تعمل لك حوالين الفاجينا عشان تبقى عامله زي سفنكتر حوالين الفاجينا، وبيوبو يوريثرالس يعني تعمل لك ثلاثه بارتس كده ازيف ديكاستيشن حواليها عشان تستعمل لك سبورت للليجامنتس دي. فده بالنسبه للليفيتور اناي، وبتعمل لك سبورت لكل الاورجنز اللي هي بيرسينج الليفيتور اناي وماشيه، لان هو البيرسينج ده بيضعف الليفيتور اناي، فعشان كده بتلاقي فيه ديكاستيتنج فايبرز اراوند كل اورجن من دول سواء الريكتوم او الفاجينا او اليوريترا، بحيث ان هي تعمل لك سبورت، ودول اللي بيعملوا الانترنال سفنكتر بتاع الاورجنز بتاعتنا. فده بالنسبه للسبورت بتاعنا او البلفيك فلور بتاعتنا، عندك البريتونيوم اوف دوغلاس باوتش يليه البلفيك فلور ماسل، لان ده البلفيك فلور كل الستراكشرز اللي هي سواء البريتونيوم بتاع دوغلاس باوتش او البلفيك فلور ماسل اللي هي الليفيتور اناي او بنسميها برده ديب بيرينيال ماسل، والسوبرفيشال بيرينيال ماسلز اللي هي بتبقى ريليتد تو ذا اوتسايد اللي هو لما تيجي انت بتعمل ابيزيوتومي بتقطع ثرو برده السوبرفيشال بيرينيال ماسلز. وبعدين بعد كده عندك من بره السكن اوف ذا بيرينيوم اللي قلنا ان هو من 4 ل 5 سنتي بتوين الفاجينال اوبننج للانر كانال من ورا. طيب السكن بتاع البيرينيوم ده بيطلع منه زي البيرينيال بادي. البيرينيال بادي ده ايه الجراس بتاعه؟ ستراكشر شكله ايه؟ تراينجل ولا يعني تراينجل ده لو انا عامله كات سكشن، لكن هو 3 دايمنشنال هو تراينجل، هو بيراميد مش كده؟ هو بيراميد
فايبروماسكولار ستراكشر ات از ا بيراميد فايبروماسكولار ستراكشر بيراميد بيراميد بي سبورت اللور اند اوف ذا بوستيرير فاجينال وول ويمنع ان هو يحصل ديفيشن بيرينيوم او برولابس في البوستيرير فاجينال وول. فده اهميته وده برده اللي احنا بنقصه وقت الابيزيوتومي وبترجع انك انت تخيطه تاني عشان ما يبقاش عندها ديفيشن بيرينيوم. ممكن يجي لها هيدن بيرينيال تيرز او لو حصل ان هو ريبيتد تشايلد بيرث وحصل لها يعني ديفيشنت للبرينيوم ده او فايبروماسكولار ستراكشر حصل فيها قطع وما بقتش ريبير, فهو ده اللي بيخلي يبقى عندها زي باتشولس انترويتس او عندها ديفيشنت برينيوم او برولابس في البوستيرير فاجينال. فده بالنسبه للبرينيال بودي اللي هو فايبروماسكولار ستراكشر اند ات از ا بيراميد ان شيب وبينزل على البرينيال سكين اللي احنا بنشوفه من بره اللي هو بيبقى 5 سنتي تو ذا اوتسايد. في سؤال في الاناتومي دكاتره ان شاء الله يوم الثلاث هناخد الديفلوبمنت او الامبريولوجي ويوم الخميس هناخد اللي هو الحته الاخرانيه اللي هي الاوبراتيف والتكنيكس والحته الاخرانيه في كتاب الجاينيكولوجي عشان كده بقى خلصنا كتاب الجايني. ان شاء الله يوم الاربعاء هبعت لكم الامتحان بتاع الاسبوع ده ويوم الخميس هيبقى اول مراجعه امتحان اول مراجعه اللي هو بليدنج ان اورلي بريجننسي اللي هنحله ان شاء الله يوم الثلاث الجاي. شكرا خالص.